بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في درس جديد من دروس المادة M180 عنوانه Recursion. Recursion درس مش سهل قوي وفي نفس الوقت مش صعب قوي، هو حاجة في النص، في فكرة معينة لو أنت قدرت تفهمها هتفهم Recursion بشكل كويس وهتحل كل المسائل عليه. المهم إن في ثلاث نصايح قبل ما نبدأ في الدرس ده أنا محتاج أديهم لك ومحتاج إن أنت تفهمهم بشكل كويس. حاول تجيب ورقة وقلم وتكتب الثلاث نصايح دول. النصيحة الأولى، لو أنت مش فاهم حاجة معينة في الدرس أعرف إن مش أنت الشخص الوحيد اللي مش فاهمها، هي ممكن يكون فيها جزئية معينة معقدة فحاول تراجعها مرة واتنين لحد ما تفهم. يعني لو أنت مش فاهم جزئية معينة ما تفكرش إن أنت غبي بقى وأنا مش فاهم وكده، لأ، راجعها مرة واتنين هتلاقي نفسك فهمتها. النصيحة التانية، لو أنت لقيت نفسك مش فاهم الجزئية دي خلاص أنت راجعتها مرة واتنين وتلاتة ومش فاهمها، ما توقفش عندها، ما ينفعش تقف عندها وتقول لأ لازم أنا مش هكمل إلا ما أفهم دي، ما ينفعش. سيبها واتنقل للمرحلة اللي بعدها وبعدين ارجع لها مرة تانية، ما توقفش عندها زي ما بقولك، ارجع لها مرة تانية بعدين هتلاقي نفسك فهمها مجرد ما بتشوفها. النصيحة التالتة هي انك تحل اكبر عدد من المسائل، اللي هيخليك تفهم الريكيرجن بشكل سليم انك تحل عليه اكبر عدد من المسائل. كل ما تحل مسائل اكتر في الريكيرجن كل ما قدرت انك تفهمه بشكل سليم. يلا تعالوا مع بعض نبدأ في الريكيرجن. تعالوا ناخد فكرة عن الريكيرجن. انت عندك هنا 3 ميثودز، عندك اول ميثود اللي هو المين ميثود، وعندك ميثود تانية اسمها اد، وعندك ميثود تالتة اسمها اد بس بتاخد 2 بارامترز. المين ميثود بتروح تنادي على الميثود اللي اسمها اد، بتعمل لها كول فبتروح تنادي على الميثود دي، والميثود اللي اسمها اد دي بتروح تنادي على ميثود تانية اسمها اد بتاخد 2 بارامترز اللي هي دي، فبتروح تنادي على الميثود دي. ايه ده، هو انا ينفع من جوه ميثود انادي على ميثود والميثود دي كمان ممكن تنادي على ميثود تانية؟ طبعا ينفع، مفيش مشكلة. انت ممكن في اي ميثود انك تنادي على ميثود تانية تعمل لها كولينج. الريكيرجن بقى يا جماعة هي ميثود بتنادي على نفسها. يعني ايه بتنادي على نفسها؟ يعني لو جيت تلاحظ هتلاقي ان الميثود التالتة دي بتنادي على نفسها اهو، بتنادي على اد بتحط لها 2 و3. طب هي اد اللي هي 2 اللي بتاخد 2 بارامترز 2 و3 فين؟ اللي هي نفسها دي، ما هي دي اد اللي بتاخد 2 بارامترز. فالميثود دي كده لما بتيجي تنادي بتروح تنادي على مين؟ هل بتروح تنادي على الميثود اللي قبلها؟ ده بتروح تنادي على نفسها، يعني الميثود دي بتروح تنادي على نفسها. هنا احنا بنشتغل ريكيرجن. الريكيرجن هي ميثود بتروح تنادي على نفسها. طب هي بتروح تنادي على نفسها ليه؟ ده اللي هناخده دلوقتي. هي بتنادي على نفسها علشان تعمل عملية معينة ممكن نعملها بالفور لوب. على سبيل المثال انا محتاج اعمل صم للأعداد من 1 لـ10 أو للأعداد من 1 لـ4. في واحد هيقول لي بس احنا ممكن نعمل الكلام ده بالفور لوب، الفور لوب ممكن تجمع لي الأعداد من 1 لـ4. هقول لك بس أنا عايزها عن طريق الفانكشن بالريكيرجن. يبقى أنت دلوقتي محتاج تجمع الأعداد 1 + 2 + 3 + 4. عشان كده أنت بتعمل ميثود بتروح تنادي على نفسها علشان تعمل لك الحركة دي. طب هي هتنادي على نفسها ازاي؟ خلي بالك هو بيقول لك ان صم 4 صم 4 ممكن تساوي اللي هو مجموع الاعداد من 1 لـ4، ممكن نقول عليه ان هو بيساوي صم 3 يعني مجموع الاعداد من 1 لـ3 زائد الرقم 4، صح ولا لا؟ وصم اوف 3 اللي هو مجموع الاعداد من 1 لـ3 ممكن نقول عليه ان هو صم 2 اللي هو مجموع الاعداد من 1 لـ2 + 3. يعني صم اوف 3 بيساوي العدد 3 نفسه زائد مجموع الاعداد من 1 لـ2، صح ولا لا؟ يبقى انت لو عندك فانكشن اسمه صم، الفانكشن ده بعت له 4، ممكن تروح تنده تاني علشان تحل المساله دي، ممكن تروح تنده تاني الفانكشن مره تانيه بس تدي له 3 + 4، وتروح مره ثالثه تنده الفانكشن نفسه بس تنقص من الثلاثة 1 تبقى 2 وتقول له +3، وبعد كده صم 2 دي كمان نفسها ما هي اللي بتساوي صم اوف 1 + 2. طب وصم اوف 1 دي بتساوي كام؟ بتساوي 1. يبقى انا لو عايز اجمع الاعداد من 1 لـ4 هروح مباشرة هقول له ان صم اوف 1 دي بتساوي 1،
واحد زائد اتنين بيساوي تلاتة، يبقى سام اوف اتنين بتساوي واحد زائد اتنين اللي هي تلاتة، يبقى سام اوف اتنين دي بتساوي تلاتة. طب لو حبيت اجيب سام اوف تلاتة بتساوي تلاتة زائد تلاتة بيساوي ستة، يبقى دي كده بتساوي ستة. طيب لو حبيت اجيب سام اوف اربعة بتساوي ستة زائد اربعة يعني بيساوي عشرة. يبقى انا كده جبت سام اوف اربعة عن طريق ان انا فضلت انادي عليهم وبعدين رجعت تاني مرة تانية علشان ارجع لها القيمة عشرة. في حد هيقول لي مش فاهم. طيب تعال نحاول نشوف المثال ونرجع نشرحه بس بعد ما نكتبه. دلوقتي انا هعمل ايه؟ انا هاجي اعمل هنا فانكشن، اقول له على سبيل المثال public static، وبعدين اقول له على سبيل المثال اسمه sum، واحط له int num. ده فانكشن، تمام؟ طيب الفانكشن ده بيعمل لي ايه؟ بيجمع لي الاعداد مثلا من 1 ل 4 على سبيل المثال، صح ولا لا؟ طيب هو بيجمعهم وبعدين بيرجع ايه؟ اكيد طبعا بيرجع المجموع، يبقى هو بيرجع قيمه انتجر، يبقى الميثود ده من نوع ايه؟ من نوع انتجر. طيب انا ممكن اجمع الاعداد، يعني هو مش لازم من 1 ل 4، ممكن نام دي ممكن تكون 10 وممكن تكون 4، يبقى انا عايز مجموع الاعداد من 1 ل 4، وممكن تكون 3، يبقى انا عايز مجموع الاعداد من 1 ل 3، وممكن تكون 2، يبقى انا عايز مجموع الاعداد من 1 ل 2. طب لو كانت واحد يبقى انا عايز ايه؟ لو كانت واحد مش عايزه يفضل يعمل لي عملية جمع، عايزه يرجع لي واحد وخلاص، هو الواحد مجموعه واحد. فعايز اجي هنا اعمل له شرط علشان يوقف اللوب دي، ما هي اللوب دي هتفضل مستمر، انا مش عايزها تفضل مستمر، انا عايزه لو وصل لواحد خلاص يرجع لي واحد وخلاص. فهقول له اف لو النم يساوي يساوي واحد، والله رجع لي واحد، انا راضي بيه، راضي بقليلي. حلو. يبقى في حالة ان النم بيساوي واحد في الحالة دي رجع لي واحد. امال في حالة بقى انها تكون عدد اكبر من الواحد، تكون اربعة مثلا، ايه اللي هيحصل في الحالة دي؟ هنعمل الريكيرجن. هتقول له else return رجع لي النم زائد، وارجع نادي على الدالة مرة تانية، sum of num ناقص واحد. يعني ايه الكلام ده؟ يعني على سبيل المثال المستخدم دخل هنا اربعة، بيحاول ان هو يجمع الاعداد من واحد لاربعة، فهاجي هنا اقول له num اللي هي اربعة زائد sum of num ناقص واحد، يعني نقص لي منها واحد، يعني sum of تلاتة، يعني اجمع لي اربعة على sum of تلاتة. وبعد كده لما تيجي تنادي على sum of تلاتة، يبقى انت رحت ناديت على الدالة دي بس اديت لها الرقم تلاتة، انزل تحت، انت اديت لها الرقم تلاتة، انزل تحت اجمع تلاتة على sum of 2، يبقى انت استخدمت الدالة مرة تانية بس بعت لها 2، هتروح الدالة sum هتحط فيها الرقم 2، يبقى num بقت 2، رحت ناديت على دي، طبعا num هنا بقت 2، يبقى 2 زائد sum of 1، ما هو انت بتنقص كل مرة واحد هنا، فبتقول له 2 زائد sum of 1، بتروح تبعت لها 1 في حالة انها تبعت لها 1، في الحالة دي هترجع 1. مش فاهمين برضو؟ نحاول نشرحها بطريقة تالتة. على سبيل المثال في واحد قاعد بيذاكر المسألة بتاعت الريكيرجن دي، وبعدين قدامه الفانوس السحري. الفانوس السحري ده بتطلب منه أي طلب بيعمله لك فورا. فأنت قلت له والله يا عم الفانوس أنا بصراحة عندي مسألة صعبة جدا، أنا عايز أعمل sum of 4، عايز أجمع أربع أرقام. فالفانوس السحري قال لك وماله نجمع لك أربع أرقام. فأنا بعت له sum of 4. فقام قايل لي والله sum of 4 دي هترجع لك sum of 3 زائد 4. ما هو sum of 4 هي ايه؟ هي مجموع الاربع ارقام 1 2 3 4، بترجع لك مجموع الاعداد 1 2 3 زائد 4، بس انا قسمتها لك بالشكل ده. يا عم الفانوس انا بقول لك انا عايز مجموع الاعداد sum of 4، قال لك طب استنى عليا بس احنا هننزل وهنشوف الموضوع هيمشي ازاي. فاول خطوه عملها لك هي دي، ان انت لما حطيت له 4 عمل لك ايه؟ جمع لك الأربعة اللي انت حطتها له زائد sum of 4 ناقص 1 اللي هي 3. طيب جميل يا عم الفانوس كمل. قال لك بعد كده sum of 3 دي بتساوي sum of 2 زائد 3. حلو. يبقى انت لما رحت بعت له 3، بعت له هنا 3، قام عامل لك ايه؟ قام جمع لك ال 3 زائد
sum of 2. يبقى جمع لك التلاتة زائد sum of 2. حلو. بعد كده قال لك ان sum of 2 بتساوي sum of 1 زائد 2. وفي الاخر قال لك ان sum of 1 دي في كل الاحوال بتساوي 1. يبقى هنا ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان sum of 1 دي بتساوي 1. sum of 1 اللي هي دي بتساوي 1. فلما حبينا ان احنا نشغل او ننفذ sum of 2 جابت لك 1، رجعت بقى لورا جابت لك الواحد اللي هي دي زائد الاثنين، قالت لك ان sum of 2 بتساوي 1 زائد 2 يعني بتساوي 3. طب انا عايز sum of 3 اعمل ايه؟ ما هي sum of 2 بتساوي 3 زائد 3 يبقى sum of 3 دي بتساوي 6. طب انا عايز sum of 4، قال لك ما هي sum of 3 بتساوي 6 زائد 4 بيساوي 10، يبقى sum of 4 دي بتساوي 10. يبقى في النهايه الفانكشن ده هيرجع لك في النهايه 10، بيعمل نفس وظيفه اللوب بالظبط اللي بتجمع لك من 1 ل 4. يبقى احنا هنا تعالوا كده نجرب الفانكشن ونشوف هل هو بيشتغل بنفس الطريقه دي ولا ايه بالظبط. هنعمل هنا انت summation، هنقول بيساوي ونحط فيها الفانكشن اللي اسمه sum ونديله فيها الرقم 4. ونيجي هنا بقى نقول له ايه؟ نقول له system.out.println اطبع لي المتغير او قيمة المتغير اللي اسمه summation. نشوف كده هل هيدينا 10 فعلا ولا لا. ادالك في الاخر 10 بالطريقة دي. يبقى هي دي يا جماعة فكرة الريكيرجن. انت عندك ميثود او فانكشن اللي هو ده او اللي هو ده بينادي على نفسه. يعني ايه بينادي على نفسه؟ يعني داخل الميثود نفسه بيروح ينادي على نفسه ويرجع مرة تانية ينادي على نفسه ويرجع ينادي على نفسه، عامل زي اللوب بيروح ينادي على نفسه، بس كل مرة بيروح ينادي على نفسه وبينقص منها واحد. في المرة اللي بعدها بيروح ينقص واحد بيخليها 3، في المرة اللي بعدها بينقص واحد بيخليها 2، في المرة اللي بعدها بيخليها 1، فبتقف اللوب عن طريق الشرط ده. عشان كده الشرط ده بيكون هو الشرط اللي بيوقف اللوب او بيوقف الريكيرجن، واحنا بنسميه دايما البيس كيس. يبقى ده كده لازم يكون موجود اسمه البيس كيس. البيس كيس ده لو مش موجود اللوب بتاعتنا مش هتقف. ليه مش هتقف؟ لان هو كل مرة بينقص واحد. لو فضل ينقص واحد من غير ما يكون عندك، انت بتقول له هنا لو النم وصلت لواحد رجع لي واحد خلاص ما تكملش. يبقى ده كده اسمه البيس كيس. لو ما عندكش البيس كيس ده هتوصل لواحد وهترجع توصل لسالب واحد وسالب اتنين وسالب تلاتة، وهتبقى انفاينايت لوب او انفينيت لوب، يعني هتبقى لوب غير منتهية مش هتنتهي ابدا. فلازم يكون عندك البيس كيس اللي هو بالشكل ده. طيب عندنا كمان مثال، تعالوا ناخده مع بعض. عندنا مثال اسمه الفاكتوريال. مثال اسمه الفاكتوريال. ايه موضوع الفاكتوريال؟ بيقول لك ان الفاكتوريال لما يكون عندك على سبيل المثال فاكتوريال 5، قال لك ان فاكتوريال 5 بيساوي 5 او 5 في 4 في 3 في 2 في 1. خلي بالك فاكتوريال 5 اللي هو مضروب الخمسة بيساوي 5 في 4 في 3 في 2 في 1. طب لو جيت قلت لك ايه هو مضروب الاربعة؟ مضروب الاربعة بيساوي 4. ممكن ننسخ السطر ده وخلاص. 4 في 3 في 2 في 1. طب مضروب ال10؟ مضروب ال10 10 في 9 في 8 في 7 في 6 في 5 في 4 في 3 في 2 في 1. يعني مضروب اي عدد بيساوي مضروب جميع الاعداد اللي تحته لحد الواحد من الاخر كده. طب ما هي نفس النظريه بالظبط. يعني ايه نفس النظريه؟ يعني على سبيل المثال مضروب الخمسه ممكن يكون بيساوي الخمسة في مضروب الأربعة، صح ولا لا؟ مضروب الأربعة ممكن يكون بيساوي الأربعة في مضروب التلاتة اللي هما دول مع بعض. مضروب التلاتة مضروب التلاتة بيساوي التلاتة نفسها في مضروب الاتنين، وهكذا علشان برضو تعمل موضوع الريكيرجن. يبقى احنا محتاجين ننزل تحت نقول له public static int، لان احنا هنرجع قيمة integer اللي هي المضروب، صح؟ وبعدين بتسميه على سبيل المثال fact. طيب بتحط له ايه؟ ممكن احط له برضو int num الرقم.
يعني على سبيل المثال انا ممكن احط له هنا 10 علشان اجيب مضروب 10، ممكن احط له 5 علشان اجيب مضروب 5، ممكن احط له 4 علشان اجيب مضروب 4 وهكذا. تمام؟ وهقول له هنا بقى هبدا اعمل البيس كيس. في البيس كيس برضو انا عايز اقول له والله لو انت وصلت للرقم واحد ما تكملش خلاص، في حاله ان هو يدي لك مضروب واحد او يطلب منك مضروب واحد قول له هو بيساوي واحد. على فكره يا جماعه مضروب صفر او مضروب واحد بيساوي واحد. فهاجي هنا اعمل له اف ستيتمنت، لازم اعملها في الاول، اقول له اف والله لو ان بيساوي يساوي واحد في الحاله دي ريتيرن واحد. تمام؟ ان طبعا انا ممكن اسميها ان او نم اللي هو الرقم ده، خليه نم لان احنا مسمينه فوق نم. تمام؟ هنزل تحت اقول له ايه؟ هقول له else. في حالة بقى اذا ما كانش بيساوي واحد، في حالة اذا كان مثلا بيساوي اربعة او تلاتة او خمسة او عشرة او اي حاجة، في الحالة دي هقول له return num اللي هو العدد اللي هو ادهولك في fact num ناقص واحد. يبقى كأن انا بقول له ايه؟ كأن انا بقول له والله لو انت اديتني على سبيل المثال خمسة، خلاص خد الخمسة اضربها في مضروب او استدعى الفانكشن تاني بس ادي له فاكت اربعة. يبقى لو انت اديتني خمسة، هو على سبيل المثال ادالك خمسة، هتروح تضرب خمسة في فاكت اللي هو نفس الميثود بس فاكت اربعة، وبعد كده ده هيروح ينادي عليها بس هيدي له اربعة، هينزل تحت يضرب الاربعة في فاكت تلاتة، وفي المرة اللي بعدها هيدي له طبعا تلاتة، هيجي يضرب التلاتة في فاكت اتنين وهكذا لحد ما يخلص، لحد ما يديله واحد. في حالة ان هو اداله واحد هيرجع واحد، يبقى هو كأنه هيضرب الاعداد مثلا من خمسة الى واحد. تعال نجرب كده ونشوف. لو جيت هنا وقلت له على سبيل المثال ممكن مباشرة انا اقول له system.out.println fact خمسة. على فكرة فاكتوريال خمسة بيدينا 120. تعالوا نجرب كده. في الحالة دي ادالي 120 بالشكل ده، يبقى هو راح استدعاها كذا مرة وفضل يلف حوالين نفسه زي ما انتوا عارفين، وفي الاخر اداني القيمة اللي هي 120 اللي هي نتيجة ضرب الاعداد 5 في 4 في 3 في 2 في 1. الفاكتوريال يا جماعة من المسائل اللي بتيجي في الامتحانات كتير، فمهم ان احنا نراجعها مرة واثنين وثلاثة. طيب عندنا مثال كمان اللي هو ايه؟ اللي هو لو انا عايز على سبيل المثال عايز اجيب كي باور ان، كي اس ان. يعني ايه كي اس ان؟ الكي اس ان دي ممكن تكون الكي 4 والان 5، يعني عايز 4 اس 5. عشان اجيب 4 اس 5 بتضرب ال 4 في نفسها 5 مرات، او ممكن اجيب 5 اس 7 بتضرب ال 5 في نفسها 7 مرات. او على سبيل المثال تعالوا ناخد مثال بسيط شويه، نقول مثلا 2 اس 4، بنبسط الموضوع على نفسنا شويه، ان الكي 2 والان 4. انت علشان تعمل ميثود، الميثود دي بتعمل لك 2 باور 4 او 5 باور 7 او اي كي باور ان، انت محتاج ان انت تعمل ميثود نقول له public static int، لانها هترجع رقم integer فيه الناتج النهائي، وبعدين power، ممكن نسميها باور وممكن نسمي الميثود دي اي حاجة، المهم انها بتاخد حاجتين، بتاخد المقام وبتاخد الاس، عفوا بتاخد الرقم وبتاخد الاس، الاساس والاس. فبنقول مثلا ان الاساس اللي هو انت كي والاس اللي هو انت ان. يبقى الفانكشن دي بتعمل ايه؟ الفانكشن دي تحديدا بتاخد المقام، عفوا الاساس والاس، وبتعمل عملية باور. يعني بتاخد الكي اللي هي على سبيل المثال 2، وبتاخد الان اللي هي على سبيل المثال 4، وبتضرب الان في نفسها كم مرة؟ 4 مرات. يبقى احنا مطلوب ان احنا نضرب الكي في نفسها عدد ان من المرات. فعلشان كده بنيجي في الاول طبعا الاتنين هتضرب في نفسها، يعني نقول 2 في 2 في 2 في 2. تمام؟ يبقى انا ممكن اخليها تتضرب في نفسها 4 مرات، وممكن لو هي 2 اس 2 او 2 اس 3 اضربها في نفسها 3 مرات، ولو هي 2 اس 2 اضربها في نفسها مرتين، ولو هي 2 اس 1 مش محتاج اضربها في نفسها. في حالة انها تكون 2 اس 1 في الحالة دي انا مش محتاج ان انا اضربها في نفسها. يبقى في حالة ان الاس يكون 1 بدل 4
الاس اللي هو ان ده في حاله ان هو يكون واحد. في الحاله دي انا مش محتاج ان انا اعمل اي عمليه ضرب، علشان كده هحط هنا اف ستيتمنت اقول له والله في حاله ان الان، ممكن اقول له في حاله الان في شرط تاني او طريقه تانية، ان انا بقول له مثلا في حاله ان الان بيساوي صفر، يعني خلاص انا مش محتاج ان انا اضرب اي حاجه. ممكن اقول له في حاله ان الان بيساوي صفر، في الحاله دي ريتيرن واحد، تمام؟ لان في حاله ان الان بيساوي صفر خلاص انا عندي هنا 2 اس صفر اصلا بتساوي واحد، فهقول له في حاله ان الان بيساوي صفر والله رجع لي واحد. هو ده قانون في الرياضيات، ان اي حاجه اس صفر بتدي لك واحد، فعلشان كده هقول له لو الان بيساوي صفر رجع لي واحد. طيب عايزين نخش في المهم. المهم هو ايه بقى؟ المهم عندي ان انا دلوقتي اجي اعمل الريكيرسيف بارت، الجزء اللي تحت اللي هيبقى هنا كده اسمه الريكيرسيف بارت. هعمله ازاي؟ ممكن اجي اقول له لو عندي مثلا 2 اس 4، ممكن اقول له انها بتساوي 2 اس 3 في 2. ما هو 2 اس 4 بتساوي 2 اس 3 في 2، وهاجي اقول له برضو ان 2 اس 3 بتساوي 2 اس 2 في 2، وهاجي اقول له برضو ان 2 اس 2 بتساوي 2 اس 1 في 2. يبقى انت ملاحظ ايه؟ انت ملاحظ ان انا كل مرة بروح اضرب في ايه؟ بروح اضرب في الكي اللي هي ايه؟ اللي هي الاساس. ما هي الكي هي الاساس، كل مرة انا بروح اضرب في الكي. اول مرة ضربت في الكي، والمرة اللي بعدها ضربت في الكي، والمرة اللي بعدها ضربت في الكي. طب انا بضرب في الكي ايه؟ ركز معايا تاني، انا كل مرة عمال بضرب في الكي. ضربت اول مرة في الكي، وبعد كده ضربت في الكي، وبعد كده ضربت في الكي. طب انا بضرب ايه في الكي؟ خلي بالك انا ما بضربش عدد واحد، ده انا بضرب عددين اللي هما ايه؟ الاس والاساس. الاساس والاس. الاساس دايما لو تلاحظ هتلاقيه ثابت، اللي هو برضو الكي. يعني دايما الاساس بيساوي الكي، ودايما العدد اللي انا بضرب فيه هو الكي. يبقى دايما الكي هو ده، وهو اللي انا بضرب فيه. اللي بيتغير هو الاس، مرة بتلاتة ومرة باتنين ومرة بواحد، كل مرة بينقص واحد. يبقى انا هاجي هنا اقول له إلس رجع لي، في حالة ان العدد بقى يكون عدد كبير مثلا 2 اس 4 ولا حاجة، في الحالة دي رجع لي الكي اللي انا دايما بضرب فيه، واللي هو دايما عدد ثابت، اللي هو العدد اللي بيجي لي من فوق ده عدد ثابت. رجع لي الكي في، هرجع بقى انادي على الدالة مرة تانية باور كي في ان، فهقول له اضرب لي في باور، استدعي لي الداله تاني وحط لي فيها الكي والان. بس خلي بالك ان الكي دايما هيفضل ثابت، زي ما انتم شايفين ان الكي دايما ثابت، فانت هتروح تدي له نفس الكي، ولكن الان هتتغير. الان هتساوي ان ناقص واحد، لانها كل مره بتنقص واحد، تمام؟ يبقى احنا لو جينا طبقنا الجمله دي تحت، احنا بنرجع الكي. الكي اللي هي ايه؟ اللي هي 2، تمام؟ بضربها في، برجع انادي على الدالة تاني، بضربها في باور كي وان ناقص واحد، يعني 2 اس 3. ما هو 2 اس ان ناقص واحد اللي هو 4 ناقص واحد بيساوي 3. يبقى انا بضرب الكي في ايه؟ برجع استدعي الدالة تاني واقول لها بدل ما تبقى 2 اس 4 لا هنقصك واحد، هخليك 2 اس 3. والمرة اللي بعدها برضو بضرب الكي، بس مش هضربها في 2 اس 3، هقول لها لا بدل ما تبقى 2 اس 3 انا هنقصك واحد، 2 اس 2. يبقى انا رجعت استدعيت الدالة، ثبتت الاساس، ولكن خليت الاس كل مرة ينقص واحد. يبقى احنا تعالوا نكتب مع بعض الدالة دي هنا. هنقول له ايه؟ هقول له انا عايز اعمل دالة، الدالة دي اسمها باور، بس الدالة دي بتاخد كي اللي هو الاساس وانت ان اللي هو الاس، تمام؟ وهقول له اف لو الان وصل بقى لزيرو، في الحالة دي رجع واحد، لان في حالة ان الاس يبقى زيرو يبقى اللي هيرجع او القيمة الراجعة بتبقى ايه؟ بتبقى واحد. إلس في حالة اذا ما كانش بقى الان زيرو، يعني الان ده كان اس معين 4 5 على سبيل المثال، الكي 2
والان 4 يبقى 2 اس 4. في الحاله دي هتعمل لي حاجه تانية، هتعمل ريتيرن للكي في، هترجع بقى تستدعي الداله دي مره تانية اللي هي باور، تاخد تو ارجمنت. في الارجمنت الاولاني هثبت الكي، هدي له نفس الكي، ولكن في الارجمنت الثاني هقول له ان ناقص واحد، كل مره نقص لي من الان واحد. بس كده، ايوه بس كده. لما نروح نستدعي الداله، الداله اسمها باور، هروح اقول له باور وبتاخد تو ارجمنت، بتاخد اس واساس. هقول له ان الاس 2 والاساس عفوا الاساس 2 والاس 4. 2 اس 4، 2 اس 4 بتدي لنا كام؟ تعالوا نشوف، هي بتدي لنا 16 لان انت بتضرب الاثنين في نفسها اربع مرات، فادالك هنا العدد طلع في الاخر 16. طيب تعالوا ناخد مع بعض اخر مثال وبعد كده نرجع للمذكره مره تانية. في مثال موجود عندك في المذكره سهل جدا، مفيش فيه اي حاجه، في منتهى السهوله. المثال ده ايه؟ المثال ده ان هو عايزك تطبع كلمه هالو وورلد مجموعه من المرات. فهنيجي هنا نعمل ميثود بابليك طبعا بطريقه الريكيرجن، بابليك ستاتيك فويد برنت هالو وورلد ان تايمز، يعني اطبع هالو وورلد مجموعه من المرات. على سبيل المثال انت عايز تطبع كلمه هالو وورلد خمس مرات، فعلشان كده هو بياخد ارجمنت انت ان، ان اللي هي عدد المرات اللي انت بتحطها له علشان يطبع كلمه هالو وورلد. طيب انا عايزه يطبع هالو وورلد عدد من المرات، علشان كده انا هروح اقول له اطبع لي هالو وورلد، وبعد كده هقول له نقص لي ان، وبعد كده استدعي الميثود دي بس نقص ان. يعني ايه؟ يعني هاجي هنا اقول له والله انت هتطبع لي هالو وورلد سيستم دوت اوت دوت برنتلين، اطبع لي كلمه هالو وورلد، تمام؟ بس هستدعي الداله دي وهدي له ان ناقص واحد، بحيث ان هو المره اللي بعدها ينقص من ان واحد. فهاجي هنا انسخ الداله دي واقول له حط لي فيها ان ناقص واحد. يبقى ايه اللي حصل؟ تعالوا نفسر اللي حصل كده واحده واحده. على سبيل المثال انا دخلت هنا خمسه، اول مره انا عايزه يطبع لي كلمه هالو وورلد خمس مرات، فهيروح مباشره يحط الخمسه، اول حاجه بتقابله الجمله دي فبيروح يطبع اللي هي هالو وورلد، هيطبع كلمه هالو وورلد، تمام؟ وبعد كده هيروح يستدعي الداله مره ثانيه، يروح ينادي على الداله مره ثانيه، بس هيبعت لها ان ناقص واحد، يعني بدل خمسة هيبعت لها خمسة ناقص واحد، يعني هيبعت لها اربعة. فلما يروح دي ما عادتش خمسة، دي بقت اربعة. هينزل تحت هيطبع كلمة هالو وورلد. وبعد ما يطبع كلمة هالو وورلد هينزل على برنت هالو وورلد اللي هو بيستدعي الميثود كمان مرة، بس المرة دي بيبعت له ان ناقص واحد، الان كانت اربعة بقت ناقص واحد، يعني بقت تلاتة. حلو؟ حلو. هينزل تحت ينفذ اللي جواها لتالت مرة، هيطبع كلمة هالو وورلد، يبقى طبعها كمان مرة، صح ولا لا؟ وبعد كده هيروح يستدعي الدالة بس هيديلها ان ناقص واحد، يعني تلاتة ناقص واحد يعني بيساوي اتنين، يعني بدل ما يحط تلاتة هنا لا هيروح يحط اتنين. فلما يستدعي الدالة للمرة اللي بعدها هيروح يطبع كلمة هالو وورلد للمرة الرابعة، فهيطبع له كلمة هالو وورلد، تمام؟ وبعد كده هيروح يستدعي الدالة للمرة اللي بعدها، فالمرة دي هيديله ايه؟ المرة دي بدل ما يديله اتنين المرة دي هيديله واحد. فلما يروح يديله واحد هيروح مباشرة يطبع الدالة للمرة الخامسة، تمام؟ فيروح يطبع كلمة هالو وورلد للمرة الخامسة، يبقى هو كده طبعها خمس مرات. بعد كده هينقص من الان واحد، بقت الان بقت هنا بصفر، يبقى هو هيروح يبعت له صفر. انا عايز بقى لما يروح يبعت له صفر يبقى في ستوبنج كيس، يبقى في بيس كيس موجوده هنا تقول لي ان احنا لو وصلنا لصفر خلاص ما عدتش تكمل، يبقى الكود بتاعي ده ناقص. ناقص ايه؟ ناقص البيس كيس. لازم اجي اقول له هنا البيس كيس دي اوعى تنساها لانها عليها درجه في الامتحان. انا عايز اقول له لما توصل لصفر لا استوب، اقف لو سمحت وخلاص، ما عدتش تطبع الحاجات دي وما عدتش تكمل. ممكن اعمل له بيس كيس هنا واقول له لو وصلت لصفر اقف بالشكل ده، اقول له على سبيل المثال if n يساوي يساوي صفر. في الحالة دي هقول له return واحط علامة سيمي كولون بالشكل ده، يبقى انا كأني بقول له في حالة انك توصل لصفر اوقف، وبعدين else كمل الكود اللي تحت ده،
تمام؟ يبقى في حالة انك توصل لصفر وقف لو سمحت، ولكن إلس في الحالة التانية لا، كمل الكود ده. كمل الكود ده، بس خلي بالك ان إلس بتاخد اول جملة بعدها بس، فانا لازم اعمل هنا كيرلي براكت وانزل اقفلها هنا في الاخر. المهم ان في حل تاني بدل ما اعمل كده، ممكن اقول له بدل ما اقول له اف إلس بالشكل ده، اقول له والله اف لو ان اكبر من زيرو. في الحالة دي نفذ الكود اللي تحت ده، يبقى الكود ده مش هيتنفذ الا لو كانت ان اكبر من زيرو، يعني هيتنفذ 5 مرات بس، لان اول ما ان ما توصل لزيرو خلاص مش هيعمل حاجة، هو هينفذه بس في حالة ان ان اكبر من زيرو. حلو، ده الكود اللي موجود عندك في المذكرة بالشكل ده، حتى البيس كيس كمان هو عاملها لك عندك في المذكرة بالشكل ده. تعالوا بقى نرجع للمذكرة ونراجع كل الكلام اللي احنا خدناه ده ونشوف احنا خدنا ايه بالظبط. اول حاجه جاي هنا بيقول لك الريكيرجن ا بروجرامنج تكنيك، هو تقنيه برمجيه ان ويتش ا ميثود، الميثود بينادي على نفسه كان كول ات سيلف تو سولف ا بروبلم، علشان يحل مشكله معينه. تمام، بعد كده بيقول لك الريكيرسيف ديفينيشن، تعريف الريكيرسيف. ما هو الريكيرسيف هو الريكيرجن، هما الاثنين واحد، بس الريكيرسيف هو ايه؟ هو الطريقه اللي انا بستخدم بيها الريكيرجن، يعني الريكيرجن هو المفهوم نفسه، الكونسبت نفسه، الريكيرسيف هي الطريقه اللي انا بستخدمها علشان استخدم الريكيرجن. فعشان كده هو بيقول لك وان ويتش يوزز ذا كونسبت، حاجه بتستخدم نفس المفهوم بينج ديفايند اللي احنا عرفناه فوق، يعني الريكيرسيف هو اللي بيستخدم مفهوم الريكيرجن. بيقول لك ان ذا ديفينيشن اتسلف، في التعريف نفسه بيقول لك بيفور ابلاينج ريكيرجن، قبل ما تستخدم الريكيرجن في البرمجه، اتس بيتر تو براكتس thinking recursively، يعني المفروض ان انت قبل ما تستخدم الريكيرجن تبدا تفكر recursively. يعني لو عندنا ميثود دلوقتي، احنا عندنا انا عايز اوصل بالميثود ده افضل اقلل، يعني انا مثلا عندي الميثود ده المفروض انه هياخد العدد 4 ويجمعه، او يجمع الاعداد من 1 ل 4، يبقى انا ببدا اخد عندي المشكله اللي هي 4 بفضل اقللها بخليها توصل ل 3 وبعد كده توصل ل 2 وبعد كده توصل ل 1 اللي هو البيس كيس، انا بالشكل ده بفكر recursively. فهو بيقول لك لازم تفكر بالطريقه دي عشان تقدر تحل المشكله. جايب لك هنا مثال بيقول لك ان هو بيوضح لك الموضوع ده. تمام، فهنا دلوقتي الشخص ده دول واقفين في طابور، فده بيقول مين اول واحد في الطابور. تمام، هو ما يعرفش مين اول واحد في الطابور لانه مش شايف اول شخص في الطابور، فدي بتروح تقول مين اول شخص في الطابور هي كمان ما تعرفش، فده بيقول مين اول شخص في الطابور هو كمان ما يعرفش. فلما ده سمع قال له انا اول واحد في الطابور، فلما قال له انا اول واحد في الطابور راح وصل له. يعني ايه؟ عشان برضو اشرح على الرسم، ده بيقول لي دي مين اول واحد في الطابور، فهي ما تعرفش، قامت قايله اللي قدامها مين اول واحد في الطابور، ما يعرفش، قام قايل اللي قدامه مين اول واحد في الطابور، فقام قايل له انا اول واحد في الطابور. فلما قال له انا اول واحد في الطابور قام سمعها، عرف ان هو اول واحد في الطابور، قام قايل اللي وراه اللي قدامي هو اول واحد في الطابور، قامت قايله اللي وراه انت قدامك 2 أو 3 مثلا علشان توصل لاول واحد في الطابور. فهم عرفوا ان هم ده بيوصل لده وده بيوصل لده وده بيوصل لده، وبعدين ده بيرجع لده وبيرجع لده وبيرجع لده، نفس طريقه الريكيرجن بالظبط. المهم ان هو جاي بيشرح لك الموضوع هنا، يعني ده مجرد شرح مش اكتر. هنا جاي بيقول لك ان انت عندك البيس كيس وعندك الريكيرجن بارت. هنا بيقول لك الريكيرجن solves a problem by solving smaller instance of the same problem. يعني ايه؟ يعني بيجزأ المشكلة، يعني انت في الاول كان عندك sum of 4، بعد كده جزأتها لايه؟ ل sum of 3+4، صح؟ بعد كده جزأت دي ل sum of 2+3. فهو عمل ايه؟ هو جزأ، بيقول لك ان هو بيحل المشكلة عن طريق ان هو بيجزأ المشكلة الى smaller instance of the same problem، يعني بيصغرها الاجزاء من نفس المشكله until the problem، لحد ما المشكله becomes so small، لحد ما تصبح المشكله صغيره جدا فيقدر ان هو يحلها. ذات السوليوشن will be obvious، يعني بتفضل تصغر 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 لحد ما بيبقى مثلا sum of 1، بيقول لك ان حل المشكله في الحاله دي بقى سهل جدا، sum of 1 بيساوي 1، يعني بتفضل تصغر المشكله لحد ما حل المشكله يبقى سهل وبسيط جدا، بعد كده بترجع تطلع تاني. Every recursive call
كل ريكيرسيف كول ده كده اسمه ريكيرسيف كول، وده اسمه ريكيرسيف كول، وده اسمه ريكيرسيف كول. كل واحد منهم must either solve a part of the problem، يعني هو بيحل جزء من المشكله، or reduce the size of the problem، او يصغر حجم المشكله. تمام. عندك هنا بيقول لك ان الريكيرسيف الجوريزم should have two parts، في حاجتين او جزئين. البيس كيس اللي هي الجزئيه الاولانيه، مش احنا عندنا في الميثود جزئين، الجزء الاولاني اسمه البيس كيس والجزء الثاني اسمه الريكيرسيف بارت. بيقول لك البيس كيس هاندلز ا سمول انبوت، على سبيل المثال في حاله ان الانبوت يكون واحد او صفر دايركتلي وزاوت ريكيرجن، بيقول لك ان هو من غير ريكيرجن، وعلشان كده اسمه نون ريكيرسيف بارت. تمام. الريكيرسيف بارت بقى بيقول لك كونتينز وان اور مور ريكيرسيف كولز، بيكون في واحد او اكتر من الريكيرسيف كول الطريقه بتاعت الريكيرجن. تعالوا برضو نرجع علشان نبقى فاهمينها. يعني لو رجعنا للمثال السابق، مش المثال ده، المثال السابق كان فيه ايه؟ كان فيه حاجتين، كان فيه في الاول شرط فوق بقول له اف لو مثلا النم يساوي واحد بقول له ريتيرن 1، إلس ببدأ أعمل بقى الريكيرسيف بارت. فأنت عندك هنا البيس كيس وعندك هنا الريكيرسيف بارت، ده برضو يعتبر فيه بيس كيس ويعتبر فيه ريكيرسيف بارت، بس احنا حاطينهم الاتنين على بعض علشان كده مش واضحة قوي. تمام. بعد كده ده المثال اللي احنا خدناه مع بعض اللي هو بتاع برينتنج هلو وورلد، انك تطبع هلو وورلد ان تايمز عدد من المرات، اللي هو نفس المثال اللي احنا خدناه ده. عندي في الاول شرط اللي هو اف لو الان اكبر من صفر، في حاله لازم تكون الان اكبر من صفر، عندك سطرين اهو لازم تنفذهم وترجع تستدعيهم مره تانية. فهو هنا بيحاول يشرح لك الموضوع يعني بشيء من التفصيل. وعندك المثال اهو اف ان اكبر من صفر، نفذ السطرين دول وارجع استدعي الميثود مره تانية، ولكن في المره الجايه ان ناقص واحد، نقص منها واحد. عندك بعد كده المثال بتاع الصم، هنا بقى جاي بيحاول يشرحه لك، بيقول لك على سبيل المثال انا عايز sum of 4، عايز اجمع الاربع اعداد 1 2 3 4، فمجموعهم ممكن يكون بيساوي 4 زائد sum of 3 زائد مجموع الثلاث اعداد، مجموع الثلاث اعداد زائد الرقم 4. وبعد كده بقى جاي بيحاول يشرحها لك بشيء من التفصيل برضو. طبعا احنا خدنا الامثله دي، هو هنا لما جه بيحاول ان هو يشرحها لك ويبسطها لك عقدها لك، فاحنا مش محتاجين نبص على الصفحه دي خالص. عندك بعد كده ده بقى المثال اللي احنا خدناه مع بعض، ده المثال بتاع صم اللي احنا خدناه، ولكن هو مختلف هنا حاجه بسيطه، حاجه بسيطه جدا، اللي هي ايه؟ احنا لما خدنا المثال ده وانا قلت لك public int sum وحطينا فيه على سبيل المثال int num، جيت هنا قلت لك ايه؟ جيت هنا قلت لك if لو النم اللي هو العدد هيساوي واحد او هيساوي يساوي واحد، في الحالة دي return واحد، صح ولا لا؟ هو هنا قال لك ايه؟ قال لك في حالة ان num بيساوي واحد، حط لك الواحد بدل ما يعمل لها return حطها في الريزلت، وفي الاخر خالص في اخر الميثود بيعمل return للايه؟ للريزلت. جيت انا بعد كده قلت لك else، اما في حالة بقى ان هو يدخل رقم غير الواحد، في الحالة دي قلت لك return num اللي هو العدد زائد، واستدعي الميثود مرة تانية او نادي على الميثود مرة تانية اللي هو sum of num ناقص واحد، يبقى انا عملت لها return مباشرة. هو جه هنا خزن الجملة في الريزلت وفي الاخر عمل return للريزلت. عايز تستخدم دي؟ عايز تستخدم دي؟ الاتنين زي بعض بالظبط، مفيش بينهم اي فرق. تمام. هنا بيحاول يشرح لك صم، بس انا شايف ان الشرح مش قد كده علشان كده مش هنعدي عليه، احنا اوريدي شرحناها. عندك بعد كده المثال بتاع باور، لو تفتكر معايا لما قلت لك ان احنا عندنا اساس وعندنا اس، كي اس ان زي مثلا 2 اس 4، فهو هنا حط لك الكي والان في الميثود، وبعد كده عمل البيس كيس ورجع بعد كده عمل الريكيرسيف بارت زي ما احنا خدناه بالظبط. بيحاول برضو يشرح لك هنا المساله زي ما شرحناها بالظبط. عندك بعد كده الفاكتوريال، والفاكتوريال مثال مهم، وهو شرحه هنا بطريقه الى حد ما كويسه، هناخدها مع بعض. الفاكتوريال مثال مهم،
هنا في حاجة زيادة في الفاكتوريال احنا ما خدناهاش، اللي هي ايه؟ بيقول لك زي ما انا اقدر ان انا اعمل الفاكتوريال بالريكيرجن، اهو هو هنا عمله لك بالريكيرجن زي ما خدناه. بيقول لك كمان انا اقدر اعمله لك بالايتريشن، باللوب. باللوب ازاي؟ ركز معايا. بيقول لك انا عايز اضرب الاعداد من 1 ل 4، 1 في 2 في 3 في 4، او اي عدد، مش لازم من 1 ل 4، ممكن من 1 ل 10. فعملت متغير اسمه برودكت، اديت له الرقم 1، ممكن اخليه من نوع لونج وممكن اخليه من نوع انتجر، اي حاجه. المهم عملت لك فور لوب. الفور لوب دي هتبدا من اول واحد لحد ان اللي هو 4 مثلا، يعني هتلف على جميع الاعداد. وفي كل مره هتعمل ايه؟ في كل مره هقول له برودكت هيساوي برودكت في اي اللي هي كل مره عدد من الاعداد دي. يبقى اول مره هياخد الواحد اللي هو الاي يضربه في برودكت ويخزنه في برودكت، يبقى برودكت اول مره في واحد. المره اللي بعدها هياخد 2 اللي هو الاي يضربه في برودكت اللي هي كانت واحد ويخزنه في برودكت، 1 في 2 ب2. المره اللي بعدها هياخد 3 اللي هي الاي يضربها في برودكت اللي هي 2، يبقى 3 في 2 ب6 ويخزنها في برودكت، يبقى برودكت بقت 6. المره اللي بعدها هياخد القيمه اللي بعدها اللي هي 4 مثلا يضربها في برودكت اللي هي كانت 6، 4 في 6 ب 24 ويخزنها في برودكت اللي بقى فيها 24. فبيقول لك عن طريق الفور لوب في الاخر خالص بيرجع البرودكت. بيقول لك عن طريق الفور لوب انا اقدر اعمل نفس اللي بيعمله الريكيرجن. كل مشكله ممكن تتحل بالريكيرجن، ممكن كمان تتحل بالايه؟ باللوب. كمان في حالات تانية ما ينفعش استخدم فيها اصلا الفور لوب، بيبقى لازم استخدم فيها الريكيرجن. تمام؟ فانت لازم تدرس مفهوم الريكيرجن. هنا برضو تعالى نراجع على موضوع الفاكتوريال، نشوف هو هنا يعني مديلك طريقة تعليمية انا شايف انها كويسة شوية. هو بيقولك ايه؟ بيقولك انت عايز تجيب فاكتوريال 5، صح؟ حلو قوي. انا هقسمها لك، هقولك ان فاكتوريال 5 بيساوي 5 في فاكتوريال 4. تمام؟ طيب انا عايز اجيب فاكتوريال 4 لان مش هينفع احل المسألة كده. حاضر. فاكتوريال 4 بيساوي 4 في فاكتوريال 3. طب ما انا عايز اجيب فاكتوريال 3، ما هي فاكتوريال 3 بتساوي 3 في فاكتوريال 2، فاكتوريال 2 بتساوي 2 في فاكتوريال 1، فاكتوريال 1 بتساوي 1 في فاكتوريال 0، وفاكتوريال 0 بيساوي 1. على فكره هو هنا مزود لك خطوه، هي المفروض خلاص طالما وصلنا لواحد مش محتاجين نجيب فاكتوريال 0. المهم انه قال لك ان هو فاكتوريال 0 رجع لك 1. بعد كده 1 في فاكتوريال 0 اللي هي اصلا 1، 1 في 1 بيساوي 1، يبقى 1 في 1 بيساوي 1 اللي هي اصلا في الاخر بقت فاكتوريال 1. يبقى انا جبت فاكتوريال 1 اللي هي كام؟ اللي هي 1. عايز اجيب فاكتوريال 2، قال لك ما انت بتضرب الواحد دي في 2 يدي لك فاكتوريال 2 اللي هي 2، يبقى فاكتوريال 2 بتساوي 2. يبقى احنا جبنا ايه؟ فاكتوريال 2 اللي هي بتساوي 2. طب ما انا عايز اجيب فاكتوريال 3، ما انت هتضرب الاثنين اللي انت جبتها من هنا في 3 هتساوي 6، يبقى هو ده فاكتوريال 3. يبقى فاكتوريال 3 بتساوي كام؟ بتساوي 6. خلاص جبنا فاكتوريال 3، نجيب بقى فاكتوريال 4، بتساوي 6 في 4 ب 24. يبقى فاكتوريال 4 جبناها بتساوي كام؟ بتساوي 24. جبنا فاكتوريال 4 اللي هي 24، عشان نجيب فاكتوريال 5 بنروح نضربها في 5، 24 في 5 يديلك 120، يديلك في الاخر فاكتوريال 5. يبقى احنا نزلنا 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 وبعدين طلعنا تاني علشان نوصل لفاكتوريال 5 اللي بيساوي 120. هنا جاي بيحاول يقارن بين الريكيرجن والايتريشن. الايتريشن اللي هي اللوب، فايه اللي افضل، الريكيرجن ولا اللوب؟ بيقول لك ان كل حل بالريكيرجن ممكن يكون في حل قدامه عن طريق الايتريتيف سوليوشن اللي هو الحل باللوب. على سبيل المثال احنا خدنا من شويه الموضوع بتاع فاكتوريال ان وعرفنا ان احنا نقدر نعمله عن طريق اللوب، صح ولا لا؟ فهو عايز يقول لك يعني هل نستخدم الريكيرجن ولا نستخدم الايتريشن. جاي بيقول لك فور سام بروبلمز، في بعض المشاكل الريكيرجن بيكون احسن. الريكيرسيف سوليوشن ار اوفن مور سيمبل، بيكون ابسط وبيكون مور إليجنت، يعني بيكون شكله أحسن than iterative solution. يعني في بعض المشاكل بيكون الريكيرجن أحسن من الإيتريتيف. فأنت المفروض أن أنت تكون قادر على أنك تحدد إمتى تستخدم الريكيرجن وإمتى تستخدم الإيتريشن. هنا بيكلمك في مشكلة اسمها أو في حاجة اسمها السبروتين. إيه موضوع السبروتين؟ حضرتك لما جيت هنا عملت صم للأربعة، راح مباشرة نادى على سبروتين أو روتين فرعي اللي هو صم في 3 زائد 4، صح ولا لا؟ ما هو ده يعتبر روتين فرعي او جزء برمجي داخل الميثود اللي اسمها صم فور. مش احنا عندنا الميثود اللي اسمها صم، الميثود دي بنديلها هنا نم. لو كان النم دوت او الرقم ده بيساوي 4، فانت كده دخلت جوه الصم.
رحت ناديت على سم مرة تانية ولكن اديت لها المرة دي 3، يبقى انت كده داخل الصم رحت ناديت على ميثود تانية فرعية، دي اسمها سب روتين او جزء فرعي من البرنامج ده. السب روتين ده ممكن يكون قبله بعض الاكواد البرمجية وممكن كمان يكون بعده بعض الاكواد البرمجية. فهو بيقول لك ان انت لما بتيجي تستدعي سب روتين داخلي، لما تيجي تستدعيه ما بينفذش باقي الاكواد البرمجية اللي تحته، لا بيروح مباشرة ينفذ ده الاول، ده هو بيبقى الاول. بعد ما بيخلصه ويروح يستدعي الميثود مرة تانية ويخلص خالص بينفذ الاكواد اللي بعده. ولكن ما ينفعش توقفه وتقول له استنى انا هوقف هنفذ الاكواد اللي بعدك الاول وبعدين اجي انفذك، لا ده بيتنفذ الاول وبيروح يعمل كل العمليات بتاعته الاول وبعد كده بتنفذ كل الاكواد اللي بعده. فهو هنا بيقول لك في الالجوريزم بتاع الريكيرجن لما بيكون في موديول معين بينادي على سب روتين، بيقول لك ان هو بيوقف كل العمليات وبينادي على السب روتين الاول، طبعا بيوقف العمليات اللي بعده، بيوقف عملية المعالجة اللي بعده وبيروح ينفذ السب روتين الاول. لما السب روتين بيخلص بيكمبليتس المعالجة بتاعته وبعدين بيرجع قيمة معينة للموديول، يعني بعد ده ما بيخلص خلاص راح خلص العمليات بتاعته ورجع قيمة معينة بيبدأ ينفذ باقي الاكواد اللي بعده. بيقول لك ده موديول ووكس اب اند كونتينيوز بروسيسنج، بيكمل المعالجة بتاعته. طبعا انا بقول لك الكلام ده ليه؟ انا بقول لك الكلام ده لان هو ممكن كمان انت في صم 4 مثلا رحت ناديت على صم 3، ممكن صم 4 دي يكون في بعض الاكواد بعد صم 3 داخلها، ولكن لازم صم 3 الاول تخلص كل شغلها. طب صم 3 راحت نادت على صم 2، ما هي لما راحت نادت على صم 2 في مجموعه من الاكواد لسه ما تنفذوش، بس لازم تروح تنادي على صم 2 الاول. طيب صم 2 بتتنفذ وفي مجموعه من الاكواد تحتها، مش هننفذ مجموعه الاكواد تحتها الا لما الصب روتين ده يخلص الاول ويروح ينادي على صم 1. طيب بعد ما جاب صم 1 ورجع يبدا ينفذ باقي الاكواد اللي تحته، خلص صم 2 ورجع ينفذ باقي الاكواد اللي موجوده تحته، خلص ورجع ينفذ باقي الاكواد اللي موجوده هنا. يعني دايما انت لما بتنادي على روتين فرعي او صب روتين ما بينفذش الاكواد اللي بعده الا لما الداله دي ما تخلص الاول بالكامل. طيب المهم جاي هنا بيقول لك ان الالجوريزم بتاع الريكيرجن غالبا بيكون مور اليجنت، يعني بيكون شكله احسن او افضل في العمليه البرمجيه. بات انالايزنج ذا رانينج تايم، بيقول لك ان في تحليل الوقت بتاعه بتاع الريكيرجن لقوا ان هو بياخد شغل اكتر. تمام، يبقى هو بيقول لك ان هو افضل مور اليجنت ولكن هو بياخد شغل اكتر. فهنا بيقارن بين التايم كومبلكسيتي، التايم كومبلكسيتي اللي احنا خدناه قبل كده في البيج او لما كنا بنقارن التايم كومبلكسيتي بين العمليات بين اللوبز وبين الحاجات اللي زي كده بنشوف ايه الافضل وايه اللي بياخد وقت اقل. فهو بيقارن بين الايتريتيف اللي هو اللوب وبين الريكيرجن الجوريزم، بيشوف ايه اللي احسن بينهم هما الاثنين. بيقول لك لو الاثنين الايتريتيف والريكيرسيف الجوريزم هما الاثنين يعتبروا الجوريزمين اللي هو الايتريشن اللي هي عمليه اللوب والريكيرجن، بيقول لك لو هما الاثنين كانوا بيعملوا نفس عدد الاوبريشنز او نفس عدد العمليات في الحاله دي الايتريتيف فيرجن از بريفابل، يعني اللي بنستخدم الايتريشن احسن. يعني في حاله ان هما الاثنين بينفذوا نفس العمليات في الحاله دي بنختار الاختيار بتاع الايتريشن. بيقول لك ان السبب في كده ان الريكيرسيف الجوريزم، الالجوريزم بتاع الريكيرجن متعلق باكستنسيف اوفر هيد، يعني بيكون في اوفر هيد او بيكون في عمليات كتير متعلقه ببعض. بيكوز ات يوزز مالتيبل كولز، يعني بيقعد ينادي على نفسه كذا مره. اند ان جنرال، وبشكل عام ات رانز سلوور، يعني بيشتغل ابطا من النون ريكيرسيف كاونت بارت، يعني الريكيرجن بيشتغل ابطا من النون ريكيرجن. بس هو بيقول لك ان هو في بعض الاحيان بيكون احسن، علشان كده احنا بنختار في البرنامج بتاعنا نستخدم ايه بالظبط، نستخدم الريكيرجن ولا ما نستخدموش. بعد كده جايب لك حاجه اسمها فيبوناتشي ريكيرجن، ده مثال تاني زي الامثله اللي خدناها، خدنا الفاكتوريال وخدنا الصم، هناخد كمان الفيبوناتشي، تعالى ناخده بالمره. الفيبوناتشي لو تلاحظ هتلاقيه هو كان في واحد اصلا اسمه فيبوناتشي هو اللي اخترع الموضوع ده. قال لك ايه؟ قال لك لو جمعنا 1 + 1 يديلك 2،
ولو جمعنا 1 + 2 يديلك 3، ولو جمعنا 2 + 3 يديلك 5، ولو جمعنا 3 + 5 يديلك 8، ولو جمعنا 5 + 8 يديلك 13. اذا اي رقم هنا هو مكون من مجموع الرقمين اللي قبله، يعني مثلا الرقم 89 هو عبارة عن حاصل جمع 55 + 34. يبقى اي رقم زي 233 هو عبارة عن حاصل جمع الرقمين اللي قبله 144 + 89. طيب بما ان هو اصلا عبارة عن حاصل جمع الرقمين اللي قبله، يبقى اما اجي اجيب عدد معين الفابوناتشي لعدد معين زي 233 بيجي ازاي؟ بيقول لك بيجي العدد ده عن طريق حاصل جمع اللي قبله واللي قبل اللي قبله، يعني ان ناقص 1 وان ناقص 2 مجموعهم مع بعض يجيب لك ده. فقال لك بيساوي فابوناتشي ان ناقص 1 زائد فابوناتشي ان ناقص 2، ده هيجيب لك الفابوناتشي ان. يعني لو في رقم مثلا زي مثلا تعالوا نختار الرقم 3، عايزين فابوناتشي 3. فابوناتشي 3 بيساوي مجموع اللي قبله اللي هو ان ناقص 1 فابوناتشي ان ناقص 1 اللي هو 2، زائد اللي قبل اللي قبله اللي هو فابوناتشي ان ناقص 2 اللي هو 1، ده بيجيب لك 3. يعني 3 حاصل جمع 1 + 2 حاصل جمع ده زائد ده يدي لك عدد معين. طيب هنعمل الكلام ده ازاي بالريكيرجن؟ هو مدي لك هنا القواعد بتاعه الفابوناتشي. بيقول لك اول حاجه فابوناتشي 1 بيساوي 1، يبقى لما تيجي تطلب فابوناتشي 1 المفروض يرجع 1، وفابوناتشي 2 برضو بيرجع 1. يبقى احنا كده تقريبا جبنا البيسكيس. البيسكيس اللي هي ايه؟ اللي هي اللي احنا بنحددها في الاول. هنقول له اف في حالة ان فابوناتشي، او لا في حالة مثلا ان ان، ما هو ان اللي هي اللي هيدخلها من الميثود، في حالة ان الان تبقى اصغر من او يساوي 2، دي الان اهي، في حالة ان الان اللي هو ادالك للفابوناتشي تكون 1 أو 2، في الحالة دي رجع 1، ريتيرن 1. يبقى احنا كده جبنا البيس كيس. إلس هنبدا نحط بقى ايه الجزء بتاع الريكيرجن او الريكيرسيف بارت. هنقول له والله علشان تجيب فابوناتشي للان هات بيساوي الفابوناتشي للان ناقص 1 زائد الفابوناتشي للان ناقص 2، يعني ده كده يعتبر الحل بتاع الريكيرسيف بارت. ده طبعا في حاله ان ان تكون اكبر من 2، تمام، لان في حاله ان ان بتساوي 2 هيرجع 1، ولكن الريكيرسيف بارت ده عشان تجيب فابوناتشي لعدد معين بيكون العدد اللي قبله زائد العدد اللي قبل اللي قبله. ففي الحالة دي الكود بيبقى عامل كده. ده الكود. بنيجي نقول اف لو الان اصغر من او يساوي 2، الان دي اللي هو اديها لك علشان تجيب الفابوناتشي بتاعتها، لو كان بيساوي 2 او اصغر من 2 رجع 1. إلس في الحالة دي هات الفابوناتشي ليه، هترجع الفابوناتشي للي قبله زائد الفابوناتشي للي قبل اللي قبله. يعني يعتبر مثال، انا مش شايف ان هو صعب قوي. هنا جاي بيقول لك ميل فورمد ريكيرسيف ميثود. ميل فورمد يعني الطريقه اللي بيكون الطريقه الخاطئه لعمل الريكيرسيف. على سبيل المثال هنعمل ميثود اسمه بابليك ستاتيك انت باد ميثود. ركز معايا في الميثود ده لان هو عامله بشكل خاطئ. عامله بشكل خاطئ ازاي؟ بيقول لك ان احنا حددنا هنا ان المستخدم هيدخل رقم معين، وبعدين قلنا له اف لو الان بيساوي 1 رجع 1، وبعدين إلس لو ما كانش هو بيساوي 1 الان ما بيساويش 1، في الحاله دي رجع الان في ارجع استدعي الباد ميثود مره تانية وادي له ان ناقص 1. طيب ما فيش مشكله في الكلام ده. هناخد اول مره مثلا لو افترضنا ان الان ده بيساوي 7. السبعة هل هي بتساوي 1؟ لا ما بتساويش 1. طيب ريتيرن رجع، هترجع ايه بقى؟ السبعة، وهترجع تستدعي الباد ميثود مره تانية وتنقص 2، يعني 7 في باد ميثود تعالى نسميه بي ام في او اوف 5. المره اللي بعدها هينقص 2، فلما يجي ينقص 2 السبعة هتبقى 5. طب هل الخمسة بتساوي 1؟ لا ما بتساويش 1، يبقى اضرب الخمسة في بي ام اوف ونقص 2، يعني هينقص هيخليها 3. هيروح يبعت التلاتة، هل التلاتة بتساوي صفر؟ عفوا، هل التلاتة بتساوي 1؟ لا ما بتساويش 1، يبقى في الحالة دي نفذ الميثود التاني 5 في بي ام اوف 1،
في الحالة دي ال n بقى بيساوي واحد. لما نروح نبعت له الواحد مرة تانية هيروح يلاقي ان الواحد بيساوي الواحد، في الحالة دي هيرجع واحد، يبقى كده احنا انتهينا من الميثود. ولكن المشكلة فين؟ المشكلة لو كان المستخدم بدل ما يبعت عدد فردي زي السبعة بعت عدد زوجي زي التمانية او زي الستة، خلينا نصغر الموضوع شوية. لما يبعت الستة ايه اللي هيحصل؟ هيروح مباشرة يقارن الستة بالواحد، هيلاقيها ما بتساويش واحد، فهيروح يقول له ان اللي هي الستة في الباد ميثود او بي ام اوف وينقص منها اتنين اوف اربعة. يروح يبعت الاربعة، خلي بالك المرة دي بقى هيروح يبعت اربعة هنا كده. فلما يبعت اربعة الاربعة ما بتساويش واحد، هيضرب اربعة اللي هي دي في باد ميثود اوف اتنين. هيروح يبعت الاتنين للان، ما بعتش الاربعة بقى بعت الاتنين. هل الاتنين بتساوي واحد؟ لا. هينزل تحت يضرب الان اللي هي الاتنين في نفس الميثود اوف زيرو. دي هتروح تبعت هنا هتبعت زيرو، فلما تبعت زيرو هل الزيرو بتساوي واحد؟ لا. خلاص هينزل تحت هتبقى اتنين في بي ام اوف، هينقص اتنين من زيرو هتبقى سالب اتنين، وبعد كده سالب اربعة، وبعد كده سالب ست، وبعد كده الى ما لا نهاية. الميثود ده مش هينتهي. ليه؟ لان هو تعدى الشرط ده. لو تلاحظ معايا لما قلنا اتنين وقلنا صفر، الشرط ده بيقولك ان ان بيساوي واحد، فالشرط ده مش هيوقف اللوب دي. المفروض ان انت بدل ما تقول له ان بيساوي يساوي واحد ممكن تقول له ان اصغر من او يساوي واحد. في حالة انها بتساوي واحد او اصغر من واحد وقف اللوب دي. ولكن لو ما عملناش كده وقلنا له ان بيساوي يساوي واحد بس، وفي الحالة دي المستخدم دخل عدد زوجي وكل مرة بتنقص اتنين، اكيد مش هيروح عند الواحد ابدا. فده يعتبر ميثود، يعني بيسميه باد ميثود او بنسميه ميل فورمد ريكيرسيف ميثود. يقولك الميثود هيشتغل كويس جدا في حالة الاود، بس لو دخلنا ال n ان هو even number في الحالة دي هتحصل مشكلة. طيب هنا بيقول لك guidelines، الطرق الارشادية علشان نكتب recursive method، نكتب method recursive بشكل سليم. تمام. بيقول لك اول حاجة recursive method must have a well defined termination، لازم يكون ليه نهاية او حاجة بنسميها ال stopping state او بنسميها ال base case. البيس كيس او الستوبنج ستيت ان احنا مثلا بنيجي نقول له اف ان بيساوي صفر، في الحاله دي رجع لي واحد. كمان عندك حاجه تانية اسمها الريكيرسيف ستيب اللي هو الريكيرسيف بارت. يبقى انت عندك حاجتين، عندك البيس كيس وعندك الريكيرسيف بارت. في الريكيرسيف ستيب ان ويتش ذا ميثود كولز اتسلف، الميثود بينادي على نفسه ماست ايفينشلي ليد تو ذا ستوبنج ستيت، لازم يبقى فيه حد معين يقف عنده اللي هو البيس كيس. تمام. بيقول لك في الفاكتوريال ميثود اللي احنا عرفناه دوت كان عندنا الريكيرسيف ستيب كانت هي دي، يعني عندك هنا البيس كيس وعندك الريكيرسيف ستيب، الكلام ده طبعا احنا عارفينه. بيقول لك افرض بقى ان حضرتك جيت هنا بدل ما تعمل ان ناقص واحد، دي المفروض انها ان ناقص واحد، عملت ان زائد واحد. خلي بالك المستخدم على سبيل المثال دخل الرقم اربعة، المفروض ان احنا ننقصه كل مرة لحد ما يوصل للواحد. انت بدل ما تعمل كده انت زودت عليه واحد، هيزيد هيبقى خمسة، في المرة اللي بعدها هيبقى ستة، سبعة، تمانية، تسعة، عشرة، احداشر، عشرين، خمسين، مية، الف. البرنامج مش هيقف. بيقولك في الحالة دي الميثود هتبقى infinite recursion او infinite recursion، يعني recursion لا نهائية، هتفضل تلف حوالين نفسها مش هتخلص خالص. وفي الحالة دي بيقولك غالبا المستخدم هيلاحظ terminate the program ان البرنامج انتهى او وقف، البرنامج هيقف هيعمل stop مش هيقدر يكمل لانه عمال بيلف حوالين نفسه على الفاضي. وبيقول لك ان الجافا انتربريتر اللي هو المترجم بتاع الجافا غالبا هترن هتشتغل out of memory، خارج الميموري بتاعتها. وفي الحالة دي البرنامج هينتهي مع problem او خطأ من نوع stack overflow. احفظ الايرور ده لانه ممكن يجيلك على اختياري في الامتحان. يقول لك ايه نوع الايرور؟ في حالة ان احنا نستخدم ريكيرجن خاطئ بالشكل ده، او في حالة الانفينيت ريكيرجن، في الحالة دي بيدي لك ايرور من نوع ستاك اوفر فلو ايرور، ان الستاك بتاعت الجافا خلاص اتملت مش قادرة تكمل فلازم توقف البرنامج. جايب لك هنا بقى نوع جديد من الامثلة. بيقول لك example calculate the number of zeros، عدلي عدد الزيرو in an integer في رقم معين recursively، يعني بطريقة الريكيرجن. بيقول لك لو الان او هو رقم معين فيه رقمين او اكتر او فيه اكتر من digits، يعني
طيب هو عايز يعد عدد الزيروز اللي موجوده فيه. طب عدد الزيروز اللي موجوده فيه هتبقى موجوده ازاي؟ فهو بيقول لك ان انا عندي الجوريزم معين للحل. يعني بيقول لك ايه رايك فيه؟ يعني عندي مثلا 2 وبعدين 4 وبعدين 5 كده. عندك رقم زي ده مثلا، هو عايز يعرف هو فيه كام زيرو. فبيقول لك الطريقه اللي انا هستخدمها ايه، ان انا هبدا طبعا انا علشان اشتغل بطريقه الريكيرجن انا عندي مشكله بحاول ان انا اقللها بقدر الامكان، يعني كل مره انقص منها واحد. هم خمسه، هم طيب انا عرفت ان هم خمسه، عايز انقص منهم واحد علشان احل المشكله. فانا هنقص الواحد ده وهبدا اعد، هقول ان انا دلوقتي عندي باقي الاعداد دي اللي هم 2 0 4 5 زائد 1 0، عشان عندي 1 0 اللي هو ده. حلو قوي. وبعد كده هرجع انقص دول، انقص منهم واحد واقول ان انا عندي 2 0 4 ده ما هوش 0، خلاص يبقى عندي زائد 1 0 برضو. يبقى انا عندي عدد الزيروز اللي موجوده هنا زائد 1 0. وبعد كده هنقص العدد اللي على اليمين ده برضو، هقول ان انا عندي 20 زائد برضو 1 0. وبعد كده هنقص ده، يبقى انا عندي 2 زائد 2 0 بقى. وبعد كده هنقص ده، يبقى انا عندي في الاخر 2 0. يعني انا هبدا ان انا انفذهم او انقص منهم كل مره عدد، واقول ان انا عدد الزيروز اللي موجوده عندي كذا. يبقى مثلا هنا عدد الزيروز اللي موجوده عندي هي عدد الزيروز اللي موجوده هنا زائد 1 0. فهو بيقول لك هنا نمبر اوف زيروز في العدد ده، عدد الزيروز كام؟ هم المفروض 3، بس هو بيقول لك احنا ممكن نقول عليهم ان هم برضو عدد الزيرو اللي موجودين هنا زائد 1. طيب وعدد الزيروز اللي موجوده هنا بيساوي كام؟ بيساوي عدد الزيروز اللي موجوده في 2003، خلاص احنا شيلنا الواحد ده، زائد 0. يعني 0 يعني هم عدد الاصفار اللي موجوده في 2003 بس من غير حاجه زياده. يعني عندنا صفر من الاصفار. طيب تعالى نشوف هنحل الموضوع ده ازاي. قبل ما نبدا بس في الحل، انا محتاج افكرك بحاجه كنا خدناها قبل كده في المواد M105 والمواد البرمجيه عموما، اللي هي ايه؟ اللي هي موضوع المود. موضوع المود ده مهم جدا، هناخده مع بعض في المساله دي. طيب على سبيل المثال لما اجي اقول لك 2 مود باي 2، المود اللي هي باقي القسمه، يعني لما اجي اقسم 2 على 2 يديني 1. طب والباقي كام؟ الباقي صفر، مش هيتبقى حاجه، فده يعتبر باقي القسمه. لما اجي اقول لك 3 مود باي 2 بيساوي كام؟ ال 3 مود باي 2 هي ال 3 على 2 اصلا ما ينفعش، ينفع 2 على 2 بس هيتبقى 1. الواحد ده يعتبر هو باقي القسمه، دي كده اسمها باقي القسمه. تمام. اللي هيهمني في المثال ده لما اجي اقول على سبيل المثال 3 5 4 2، انا دايما عايز الرقم اللي على اليمين ده. فبيقول لك علشان تجيب الرقم اللي على اليمين، لو جيت كده تعمل مود باي 10، دايما لما تجيب رقم وتقول له مود باي 10 بيجيب لك الرقم اللي على اليمين اللي هو ده. يبقى الرقم ده مود باي 10 هيجيب لك الرقم اللي على اليمين اللي هو 2. لما اجي اقول له اي عدد كده عشوائي 54 مود باي 10 هيجيب لك العدد اللي على اليمين اللي هو الاربعه. يبقى لازم تعرف ان احنا لما بنيجي نستخدم العلاقه بتاعت المود او اللي بنسميها المودولس، مود باي 10 بيجيب لك دايما الرقم اللي على اليمين. تمام. طيب الحاجه الثانيه اللي عايز اقولها لك ايه، لما كنا بناخد القسمه برضو في الماده M105 وجيت بقول لك على سبيل المثال لما يكون عندنا 24 وكنت بقول ال 24 ده على 5 بيساوي كام؟ خلي بالك لما يكون ال 24 عدد انتجر وال 5 عدد انتجر لازم النتيجه في النهايه تكون عدد انتجر. 24 على 5 هيدي لك 4. هدي لك مثال ابسط من كده شويه. لما اجي اقول لك على سبيل المثال على سبيل المثال 3 على 2 بيساوي كام؟ الطبيعي ان 3 على 2 بيساوي 1.5، ولكن بيقول لك ان بما ان ده عدد صحيح وده عدد صحيح لازم الناتج يكون عدد صحيح، يبقى احنا بنلغي الكسور، يبقى الناتج هيبقى 1 بس. طيب انا بقول الكلام ده ليه؟ بيقول لك ان في حاله ان انت يكون عندك مجموعه من الاعداد 4 5 2 6، اي مجموعه من الاعداد،
وحضرتك عايز ان انت تمسح العدد ده او تشيله خالص، بتقسم على 10. في حالة انك تقسم على 10، احذف العدد ده وحط الباقي ده، 4 5 2. يعني ايه برضو؟ يعني لو انا جبت عدد زي 54، عدد صغير اهو، وقلت لك على 10 هيساوي كام؟ نحذف بس العدد اللي على اليمين، يبقى الباقي 5. لو قلت لك عدد زي ده 5 3 4 على 10 يدينا كام؟ احذف العدد ده، يتبقى 5 3. يبقى انت عندك هنا حاجتين بس اللي انا عايزك تفهمهم في الجزئية دي. لما اجي عايز اجيب العدد اللي على اليمين، استخدم العلاقة بتاعت الموديولوس باي 10، فتجيب لي العدد اللي على اليمين. ولو عايز اشيل العدد اللي على اليمين، بستخدم على 10، فبيجيب لي باقي العدد بدون العدد اللي على اليمين ده، بيحذفه لي. طيب تعالوا بقى نبدأ نحل المسألة. اتوقع ان الموضوع كده هيبقى بالنسبة لنا بسيط. طيب في كمان جزئية بسيطة صغيرة جدا عايز برضو اقولها بالمرة. لو انا عايز اختبر اذا كان العدد بيقبل القسمة على 10 او بيقبل القسمة على 2، بعمل ايه؟ لو انا قلت ان مودلس باي 10 يساوي 0، يبقى انا كده بختبر اذا كان العدد ده بيقبل القسمة على 10 ولا لا. ولو قلت ان مودلس باي 2 يساوي 0، يبقى انا كده بختبر اذا كان العدد اللي هو ان دوت بيقبل القسمة على 2 ولا لا. يبقى انا عشان اختبر اذا كان عدد معين بيقبل القسمة على 10، اقول ان مودلس باي 10 بيساوي 0. كده بعمل اختبار، بشوف العدد ده بيقبل القسمة على 10 ولا لا. عشان اختبر اذا كان العدد ده بيقبل القسمة على 2 ولا لا، يعني هو عدد زوجي ولا لا، بقول ان مودلس باي 2 بيساوي 0. لو طلع فعلا مودلس باي 2 بيساوي 0، يبقى في الحالة دي هو بيقبل القسمة على 2. تعالوا بقى نخش على المثال بتاعنا. طبعا المثال زي ما اتفقنا بيعد عدد الاصفار اللي موجودين في رقم معين. المثال موجود قدامك اهو، تعالى نشوفه مع بعض وناخده ونشوفه عامل ازاي. اول حاجه احنا عندنا البيس كيس. البيس كيس اللي هي ايه؟ على سبيل المثال افرض ان المستخدم دخل عدد فردي، يعني ما دخلش مجموعه من الارقام، دخل عدد فردي، ليكن مثلا العدد ده هو دخل صفر. فبيقول لك هنا في حاله ان المستخدم ان بيساوي صفر، يعني المستخدم دخل صفر بس، في الحالة دي هقول المتغير اللي اسمه زيرو كاونت بيساوي 1، كأني بقول له ريتيرن 1. في حالة ان المستخدم يدخل صفر، يبقى عدد الاصفار كام؟ 1. ما هو دخل صفر 1، يبقى عدد الاصفار كام؟ 1. طيب في حالة بقى ان المستخدم ما دخلش صفر، دخل رقم تاني اصغر من 10 ليكن 2، يبقى هو كده ما دخلش عدد من الاصفار، ده هو دخل ديجيت 1 بس، والديجيت الواحد ده مفيش فيه صفر. يبقى هقول له هنا else if لو كانت الان اصغر من 10، يعني مثلا 2 3 4، اي عدد اصغر من 10، في الحالة دي zero count صفر. في الحالة دي مفيش اي عدد من الاصفار موجود، هو رقم 2، مفيش اي عدد من الاصفار. يبقى دول الاتنين مع بعض يعتبروا هما البيس كيس. في حالة ان المستخدم دخل صفر، قول ان هو دخل 1، صفر 1 بس. في حالة انه ما دخلش اصفار، دخل رقم 2 مثلا، قول ان هو ما دخلش اي اصفار، خلي الزيرو كاونت بيساوي صفر. الزيرو كاونت ده اللي هو العداد بتاعي. الاتنين دول مع بعض هما البيس كيس. امال بقى لو المستخدم دخل عدد كبير في مجموعة كبيرة من الاصفار، في الحالة دي اعمل ايه؟ ركز معايا بقى في الجزء بتاع الريكيرجن اللي هو ده. بيقول لك else if لو المستخدم بقى، هنيجي نختبر الان، الان اللي هو العدد ده، مودلس باي 10 بيساوي صفر. انا قلت لك ان الجملة دي احنا بنختبر عن طريقها اذا كان العدد يقبل القسمة على 10 ولا لا. خلي بالك احنا بنختبر اذا كان العدد بيقبل القسمة على 10 ولا لا. في حالة ان هو بيقبل القسمة على 10، يعني ايه؟ يعني لو الرقم باختصار كده، لو الرقم الاخراني اللي على اليمين ده بيساوي صفر، يعني الشرط ده بيختبر لك هل الرقم اللي على اليمين ده بيساوي صفر. في حالة ان هو بيساوي صفر بقى اعمل ايه؟ عايز اعده. خلي بالك في حالة ان هو بيساوي صفر عايز اعمل حاجتين. اول حاجة عايز اعمل كاونت اعده، يبقى انا عديت ان انا عندي اول صفر. تاني حاجة محتاج اشيله من الرقم احذفه، يبقى تاني حاجة محتاج اعمل له ريموف. تمام؟ وعلشان اعمل له ريموف لازم انادي الدالة مرة تانية. فانا باجي هنا بعمل ايه؟ بقول له number of zeros ارجع استدعي لي الدالة مرة تانية
بس عايزه بقى لما يستدعيها مرة تانية يحط فيها ايه؟ يحط فيها الرقم ناقص اخر عدد. فعشان يحط فيها الرقم ناقص اخر عدد لازم اجي اقول له ان اللي هو الرقم على 10. انا قلت لك ان على 10 دي بتعمل ايه؟ بتاخد العدد وتشيل اخر رقم فيه. بس خلي بالك ان اخر رقم ده زيرو، وعلشان اخر رقم ده زيرو انا محتاج اعمل عداد واقول له زائد واحد، يعني عد لي واحد من الاصفار. يعني الرقم اللي موجود عندي هو نفس الرقم اللي موجود في الدالة اللي هو ده، او نفس عدد الاصفار زائد عدد واحد من الاصفار. يبقى عدد الاصفار دلوقتي بقى واحد. طيب تاني علشان برضو نبقى فاهمين، خلاص احنا شلنا الصفر، الان دلوقتي بقى هو مجموعة الارقام دي. طيب هاجي اعمل ايه؟ هشوف البيس كيس، هل هو رقم واحد؟ هو مش رقم واحد، يبقى الاتنين البيس كيس دول مش متحققين. هنزل على الريكيرجن برضه بقول له لو الان مودلس باي 10 بيساوي صفر، يعني من الاخر لو اخر رقم ده بيساوي صفر، هو ما بيساويش صفر ولا حاجه، خش على الالس اللي هي دي. ما هو طالما الشرط ده ما اتحققش هنخش على الالس. في حاله الالس اعمل ايه؟ في حاله الالس انا عايزه ما يزودش على الواحد دي واحد، يعني عايزه ما يزودش على الكاونت واحد، عايزه بس يمسح لي الاثنين دي. يبقى هو هيروح يعمل، يروح يستدعي الداله مره ثانيه، بس المره دي عايز يبعت لها العدد ناقص اخر واحد، فعلشان كده هيعمل ان على 10. ان على 10 لما تتحط في عدد بتشيل اخر رقم، فراح عمل ان على 10 وراح بعت لها العدد الباقي اللي هو ده اللي هو 5400. 5400 لما يروح هنا ايه اللي هيحصل؟ هيبدا يجي هنا عند البيس كيس. البيس كيس مش هيتحقق لانه بيتحقق بس في حاله انه يكون ديجيت واحد. هينزل عند الاف بيقول له لو ان مودلس باي 10 بيساوي صفر، يعني لو اخر رقم هنا بيساوي صفر، هو بيساوي صفر فعلا. في الحاله دي اعمل ايه؟ في الحاله دي روح استدعي الداله مره تانية اللي هي دي. بس في الحاله دي انا عايز اعمل حاجتين، عايز انقص واحد، تمام؟ علشان كده هعمل ان على 10. ان على 10 هتخليه ينقص لي واحد من على اليمين، وفي نفس الوقت زود عليه واحد. يعني ايه زود عليه واحد؟ زود على العداد اللي هو الزيرو كاونت القيمة اللي موجودة من الاصفار هنا زائد الواحد ده زائد الواحد اللي كان قبله، يعني الواحد ده هيزيد هيبقى 2. يبقى انا بقى عندي 2 زائد الاصفار اللي لسه موجودة هنا اللي انا لسه ما رحت لهاش. هعمل نفس الموضوع المرة اللي بعدها، هيبقى عدد الاصفار 3، وهعمل نفس الموضوع نفس الموضوع لحد ما اوصل ان انا يكون عندي ديجيت واحد بس في الاخر. هنا لما رحت الان بقى 5 بقى ديجيت واحد. في الحالة دي هروح على البيس كيس، هل الان بيساوي صفر؟ هل ده بيساوي صفر؟ لا ده بيساوي 5، يبقى مش هنفذ الكلام ده، مش هزود العدد بواحد كمان، لا هروح على اللي بعده الس اف. في حاله ان الان اصغر من 10، هي فعلا اصغر من 10، في الحاله دي خلي الزيرو كاونت بيساوي صفر. يبقى الزيرو كاونت خلاص مش هيزيد عليه حاجه، هو 3 ومش هيزيد عليه كمان واحد، هيبقى صفر. يبقى في الحاله دي هيرجع لي في الاخر الزيرو كاونت اللي هو كام؟ اللي هو 3، تمام؟ طبعا انا افترضت ان انا عندي الرقم ده، انت ممكن تفترض اي رقم، المهم ان ده حل المثال في النهاية. هنا كمان هو جاي بقى بيشرح لك المثال بالتفصيل، يعني عندك شرح ممكن تراجعه. عندك بعد كده اكزامبل 1 بدأ بقى يجيب لنا الامثلة اللي تعتبر في اخر المذكرة. المثال الاول بيقول لك write a recursive java method، اعمل لي java method سميه لي sum digits. هو يعتبر زي المثال اللي قبله، هو عايز يعمل sum للديجيتس that takes an integer، بياخد integer، يعني هو method بياخد integer بالشكل ده int n مثلا، integer number as input and returns the sum of its digit recursively. يعني هو عايز ان انت ترجع له integer بيعرض الصم او مجموع الاعداد او الديجيتس اللي موجوده. يعني لو العدد عندك 1 3 2 4 بتفصصهم كده، الواحد لوحده والثلاثه لوحده والاثنين لوحده والاربعه لوحده، وتجمعهم على بعض. طيب انا لما بيكون عندي دايما رقم على سبيل المثال 1 2 3 4 وعايز افصله، لازم افصله بالطريقه اللي احنا خدناها من شويه. علشان اجيب الرقم اللي في اقصى اليمين ده لازم اعمل عمليه المود باي 10، وعشان اشيله لازم اعمل اقسمه على 10، اقسم الرقم كله على 10. لما بقسم الرقم كله على 10 بيتشال اخر ديجيت ده وبيتبقى الباقي. فعلشان احل المساله دي بعمل ايه؟ عملت ميثود اسمه سام ديجيتس بياخد رقم. الرقم ده تعالى نفترض ان هو 1 2 3
لا عفوا، زي ما هو مديهولك 1 3 2 4. اول حاجه هعمل البيس كيس، بقول له اف ان اصغر من 10. ما هو في حاله ان الارقام دي تخلص هيفضل عندي ديجيت واحد، فهيبقى الرقم ده كده اصغر من 10. ما هو لو الارقام دي كلها خلصت هيتفضل عندي رقم واحد اللي هو اصغر من 10. ففي حاله ان هو يبقى اصغر من 10 ريتيرن الان اللي هو رجع لي الرقم نفسه اللي باقي. إلس تعالى بقى نشوف الريكيرسيف بارت. اول حاجه حضرتك هتعملها ان انت هتعمل ان مودلس باي 10. انا عايز اجيب الرقم اللي على اليمين ده، ده اول رقم انا عايز اجيبه، فهجيبه اللي هو الاربعه. طيب وهجمع عليه ايه؟ خلي بالك هجمع عليه ان انا هرجع استدعي مره تانية الداله، بس هدلها ان على 10. ان على 10 يعني هاخد الرقم ده كله واقسمه على 10 فهيحذف لي ده، فهيتبقى عندي 1 3 2. يعني انا هجمع الاربعه اللي جت من هنا زائد النتيجه اللي لسه هتيجي من هنا، لسه ما جاتش لحد دلوقتي، ده هيروح يستدعي الداله ويبعت لها 1 2 3. طيب هل هي اصغر من 10؟ لا مش اصغر من 10. حلو، رجع لي ان مودلس باي 10. لما اقول له ان مودلس باي 10 هيجيب لي الرقم اللي على اليمين اللي هو 2، هيجمعهولي على ايه؟ على الناتج من الميثود ده. الميثود ده بيروح يبعت ان على 10. ان على 10 يعني خد الثلاث ارقام دول اقسمهم على 10، يعني امسح اخر عدد على اليمين، هيتبقى 1 3. الباقي لحد دلوقتي 1 3. الواحد 3 دول هل هم اصغر من 10؟ لا مش اصغر من 10، يبقى روح على إلس. هات لي ان مودلس باي 10، يعني هات لي الرقم اللي على اليمين اجمعه، زائد روح استدعي لي الميثود ده. لما تروح تستدعي لي الميثود ده هتقول ان على 10، يعني الواحد ال 13 دول هتقسمهم على 10، الثلاثه هتروح، هيتبقى الواحد بس هو اللي فاضل. الواحد اللي هو الان هيروح على البيس كيس. هل الان اصغر من 10؟ اصغر، ده هي واحد. في الحاله دي ريتيرن ان، رجع لي ان اللي هو العدد نفسه اللي هو واحد. يبقى هيجمع 4 زائد 2 زائد 3 زائد 1، هيدي لك المجموع بتاع العدد يعمل له ريتيرن في النهايه. تمام؟ طبعا ده مثال زي الامثله اللي ممكن تيجي لك في الامتحان. المثال اللي بعد كده اللي هو اكزامبل 2 بيقول لك وات از اوتبوت اوف ذا فولوينج جافا كود، جايب لك كود معين وطالب منك الاوتبوت. ممكن جدا يجي لك مثال زي ده في الامتحان. بتعرف ان هو ريكيرجن منين؟ لو لقيت ان الداله الميثود دي مثلا في داله فيها بتنده او في كود فيها بينده على نفسه، بينده على نفس الكود او على نفس الميثود. الميثود ده اسمه كاونت الداون. في هنا الكولينج ده بينده على الداله نفسها، كاونت الداون بيروح ينده عليه نفسه، يبقى انت ده مثال ريكيرجن. هو كمان بيبسط عليك الموضوع وجايب لك اسم الكلاس ريكيرجن. تمام؟ عندك هنا من ميثود معرف لك فيه اوبجكت اسمه ريكيرجن، اسم الاوبجكت ماي ريكيرسر، وبعدين بيساوي نيو ريكيرجن، وجاي هنا بيقول لك ان ماي ريكيرسر دوت كاونت الداون وبعت له 4، يعني رايح يبعت له هنا 4. الاربعه دي هتروح تتحط هنا فين؟ في الكاونتر. طبعا هو بيقول لك ايه هو الاوتبوت، هو عايز الاوتبوت من الكود ده. خلي بالك ان الكود ده بيستخدم السب روتين اللي احنا خدناها من شويه. هنا بيقول لك اف كاونتر بيساوي 0 ده يعتبر البيس كيس، اللي هو في حاله ان كاونتر بيساوي 0. كاونتر بيساوي 4 ما بيساويش 0، يبقى احنا هنروح على الجزء بتاع الالس اللي هو الجزء اللي تحت. اول حاجه بيقول لك system.out.println اطبع لي كاونت نقطتين فوق بعض كاونتر اللي هو 4، فهيروح يطبع كاونت نقطتين فوق بعض 4. بعد كده كاونتر ماينس ماينس يعني نقص لي الكاونتر، هيروح ينقصه بواحد، هيبقى الكاونتر في الحاله دي 3. بعد كده كاونت الداون هتروح تعمل ريكيرجن، تروح تستدعي الداله نفسها وتبعت لها بدل 4 تبعت لها 3. طيب هل هنروح نكمل الاكواد اللي تحت؟ ركز معايا بقى في الحته دي. لا ده احنا مش هنروح ننادي على الاكواد اللي تحت، امال هنروح فين؟ طب الاكواد دي مش هتتنفذ ولا ايه؟ قال لك لا، لازم الاول السب روتين ده ينتهي بالكامل. يعني احنا عندنا دلوقتي الداله دي في داله جواها بنستدعيها، الداله اهي اللي اسمها ايه؟ اللي اسمها كاونت الداون، جواها داله ثانيه بنستدعيها. لازم الاول الداله دي تنتهي، وبعد ما تنتهي نبقى ننفذ الاكواد دي. طب ما هي الداله دي هتروح تستدعي نفسها مره ثانيه. طب ماشي، هي تستدعي نفسها مره ثانيه وبعد ما تخلص خالص نبقى نروح ننفذ الاكواد دي.
فهي دلوقتي الاكواد اللي تحت دول مش هيتنفذوا دلوقتي، بس هيتنفذوا بعدين في الاخر خالص بقى، في حاله الريكيرجن هيتنفذوا في الاخر خالص. يبقى هي هتروح تبعت 3، وفي حاله 3 طبعا البيز كيس مش هيتنفذ، هتطبع كاونت، وبعدين الكاونتر يبقى كاونت، الكاونتر طبعا قيمته 3 فهتطبع كاونت 3، وبعد كده هتنقصه 1 هيبقى الكاونتر قيمته 2، فهتروح مره تانيه الداله تروح تبعت 2 لفوق، يبقى دي بدل 3 هتبقى 2. طب والاكواد اللي تحت مش هتتنفذ؟ لا، ما هو صحيح الداله الاولانيه ندهت للداله، والداله دي برضو فيها سب روتين، وفي تحته ده السب روتين اهو، وفي تحته مجموعه من الاكواد، بس مجموعه الاكواد اللي تحته دي مش هتتنفذ الا ما السب روتين الاول يروح يتنفذ. بعد ما السب روتين ما يتنفذ ويبقى يرجع يبقى ينفذ الاكواد دي، وبعد ما يرجع ينفذ الاكواد اللي فوق. فاللي هيحصل هنا انها هتفضل تشتغل، هتروح مره تانية تبعت 2، فاتنين هتنزل مش هيحقق البيس كيس، فهتبقى كاونت نقطتين فوق بعض 2، وبعد كده هينقصه بواحد هيوصل لحد 1، فهيجي هنا يروح يستدعي الداله بس هيبعت لها المره دي 1. في حاله ان هو بعت لها المره دي 1 هينزل تحت وكل حاجه ومش هيتطبق البيس كيس، هيروح يطبع كاونت نقطتين فوق بعض الكاونتر 1 هيطبع كاونت 1، بعد كده هينقصه بواحد بقى 0، هيروح يبعت للداله بدل المره دي هيبعت لها 0 مش هيبعت لها 1 بقى، هيبعت لها 0. في الحاله دي البيس كيس هيتحقق، الكاونتر بيساوي 0. تمام. طيب في حاله ان الكاونتر بيساوي 0 ايه اللي هيحصل؟ مش هيتنفذ حاجه، هي خلاص كده خلصت، وصلنا خلاص لحد البيس كيس وخلاص وقفنا كل حاجه. بس خلي بالك ان السب روتينز دي لسه هترجع من تاني، فلما ترجع وخلاص خلصت السب روتين بتاعها في مجموعه من الاكواد تحت اللي هما الاثنين دول لسه ما تنفذوش، هو يعتبر سطر واحد بس لان ده ملوش لازمه، فعندك السطر ده لسه ما تحققش. تمام. طب السطر ده هيعمل ايه؟ في اخر مره هيطبع الكاونتر، الكاونتر كام اخر مره؟ الكاونتر 0، قيمه الكاونتر وصلت لصفر في اخر مره، كانت قيمه الكاونتر 0 اهي، دي كانت اخر مره. طيب بعد كده لما تيجي ترجع بقى للسب روتين اللي قبلها، قيمه الكاونتر كانت قبلها كام؟ كانت 1، عن طريق السطر ده اطبع لي 1، فطبع 0 وبعدين طبع 1 وبعدين هيطبع 2 وبعدين هيطبع 3، يبقى الاوتبوت هيكون بالشكل ده. هتقول لي هما 0 1 2 3 ليه؟ احنا ممكن نعملها تريسنج، بس عموما هو بعت 4، يعني المفروض ان عمليه الريكيرجن هتحصل 4 مرات من 0 لحد 3. ده كان example 2. المثال اللي بعد كده بيقول لك trace the following recursive method to find the output after calling it. هو عايز الاوتبوت في النهايه. by the following value، مدي لك value معينه اللي هي الفاليو دي، يعني بيقول لك افترض ان انت بتستخدم الميثود ده علشان تحط الفاليو اللي هي 102587 تحطها في الان، واعمل لي trace وشوف لي في الاخر النتيجه او الاوتبوت هيكون عامل ازاي. تمام. مطلوب منك كمان انك تعرف، المفروض يعني انك تعرف، وهنا بيقول لك يو شود شو اول ذا ريكيرسيف ستيبس، المفروض انك تقول لي على كل الخطوات. المفروض كمان تعرف الميثود ده الغرض منه ايه، يعني اهم حاجه في الميثود انك تعرف الغرض، لو فهمت الغرض خلاص. طيب انا هقول لك على الغرض من الاول. الغرض من الميثود هو حساب عدد الاعداد الزوجيه عشان تجيب عدد الاعداد الزوجيه اللي موجوده في الرقم ده. طبعا عدد الاعداد الزوجيه عندك الصفر عدد زوجي، وعندك الاثنين، وعندك الثمانيه، يبقى انت عندك ثلاث اعداد زوجيه موجوده في العدد. هنا بقى عملها ازاي؟ جه قال لك اول حاجه عايز يختبر اذا كان المستخدم دخل رقم واحد ولا دخل مجموعه من الارقام. فممكن المستخدم مثلا يدخل رقم واحد اللي هو 2، ما يدخلش مجموعه من الارقام. في الحاله دي هو بيعمل تشيك، بيشوف هل الان اصغر من 10؟ الان اصغر من 10. في الحاله دي ابدا شوف لي، اعمل لي تشيك، شوف لي ان مود 2 بيساوي 0. ان مود 2 بيساوي 0، قلت لك ان دي على بعضها كده ان مود 2 بيساوي يساوي 0، معناها انه بيختبر العدد زوجي ولا لا. فبيقول لك هو بيختبر بقى، خلاص هو عارف ان العدد اصغر من 10، بيختبر اذا كان زوجي رجع 1، اذا كان مش زوجي رجع 0. ده في حاله ان هو يكون عدد واحد. طيب اذا ما كانش عدد واحد، يبقى سيبك من الاف دي كلها وروح على الالس. هو فعلا عندنا مش عدد واحد، ده هو مجموعه من الاعداد. عدد واحد يعني 1 ديجيت، لا هو مجموعه من الديجيتس. في الحاله دي اعمل ايه؟
خلي بالك بقى ان انا في الحالة دي محتاج كل مرة اعمل ايه. هو العدد عندي عامل كده 1 2 5 8 7، محتاج كل مرة ان انا اروح اول حاجة اعمل مود علشان اختبر اذا كان العدد ده بيقبل اسم على الاتنين ولا لا. وبعد ما اعمل مود لو لقيت ان هو عدد زوجي بيقبل اسم على الاتنين، في الحالة دي ازود واحد، ازود الكاونت بواحد، صح؟ وبعد كده كمان محتاج ان انا اروح استدعي الميثود مرة تانية، وفي الحالة دي امسح الرقم اللي على اليمين كله. فهاجي هنا اقول له اف ان مود 2 بيساوي 0، يعني لو العدد ده عدد زوجي في الحالة دي اعمل ايه. طبعا هو في الحالة دي هو مش عدد زوجي، صح؟ في الحالة دي اللي قدامنا دي هو مش عدد زوجي. ليه؟ لان السبعة اللي هي الرقم اللي على اليمين بيقول ان هو مش عدد زوجي، هو بيختبر السبعة دي، تمام؟ فهي في الحالة دي عدد فردي، ففي الحالة دي مش هنروح للشرط ده، هنروح على إلس. في حالة إلس بنقول له رجع زيرو، ريتيرن زيرو، يعني الكاونت دلوقتي بزيرو. ليه؟ لأن مفيش ولا عدد زوجي عندنا لحد دلوقتي، زائد وروح استدعي الدالة مرة تانية ولكن إن على 10. إن على 10 دي هتنقص لي آخر عدد. يبقى العدد الجديد اللي موجود عندي اللي أنا رحت بعته للميثود اللي هو ده. في المرة اللي بعدها العدد بقى عامل كده، هعمل ايه؟ هنزل تحت اختبر، هقول له اف ان مود باي 2 بيساوي 0، معناها هل العدد زوجي؟ اه العدد زوجي. التمانية دي بتقول انه عدد زوجي، لان احنا بنختبر العدد زوجي ولا لا عن طريق اخر رقم على اليمين. في الحالة دي رجع لي واحد، يعني خلي الكاونت يبقى بواحد، زائد ارجع نادي على الدالة مرة تانية واخصم منها اخر عدد، يعني روح ابعت الرقم ده للدالة مرة تانية بس شيل منه اخر عدد. ما انا بقول له ان على 10، ان على 10 يعني شيل اخر عدد على اليمين. فبعت له الرقم الجديد اللي هو ده، والكاونت بقى عندي ايه؟ صفر، يعني انا ما عنديش الا واحد لحد دلوقتي عدد زوجي. هروح ابعت له ده مرة تانية، ده هختبر هل هو عدد زوجي ولا فردي. انا هنا بختبر اذا كان عدد زوجي، اذا كان عدد زوجي يروح هنا، لا هو مش هيروح هنا لانه عدد فردي، هيروح هنا. رجع لي صفر، يعني زود على ده صفر على الكاونت، وفي نفس الوقت روح استدعي الدالة مرة تانية ونقص منها اخر عدد. فهيروح على 102 يعمل منه نفس الموضوع. 102 في حالة 102 هيروح على السطر ده، هيرجع واحد ويروح يمسح الرقم ده اللي هو 2، ويروح مرة تانية يبعت له الرقم 10. هيختبر العشرة يشوف هي عدد زوجي ولا لا. لما يختبر العشرة ويشوف هي عدد زوجي هيلاقيها عدد زوجي فعلا، هيروح يزود واحد كمان ويروح يستدعي الدالة مرة تانية بس هيخصم الصفر، هيتبقى واحد. الواحد ده هتنزل في الان، هيروح يختبر بقى الشرط ده، هل الان اصغر من 10؟ اه اصغر من 10. في حالة ان هو اصغر من 10 اختبر لي لو كان زوجي رجع واحد، لو كان فردي وهو الحقيقة انه فردي هيرجع لي كام؟ هيرجع لي صفر، يبقى هيرجع زائد صفر. يبقى في الحالة دي عندي 1 1 1، يعني عندي 3. يبقى انا عرفت دلوقتي ان انا عندي 3 اعداد زوجية. طبعا هو بيقولك اعمل لي تريس. اعمل لي تريس يعني ايه؟ يعني لازم حضرتك ترسم له الخطوات دي، بس ترسمها له بقى بشكل سليم. هو مدي لك هنا الشكل المفروض ان يكون عليه الخطوات دي. نزل هنا بيقول لك اهو، في الاول عملنا كاونت الاعداد كلها، صح؟ الميثود راح نده الرقم كله. في المرة اللي بعدها هنعمل ايه؟ خلي بالك انها نازلة كده. في المرة اللي بعدها هنمسح التمانية اللي كانت موجودة، عفوا هنمسح السبعة اللي كانت موجودة على اليمين. لما مسحنا السبعة، السبعة اصلا عدد فردي، فهيبقى زيرو زائد الاعداد الزوجيه اللي هتطلع لك من ايه؟ من استدعاء الميثود مره تانية اللي هو كاونت اوف الرقم الجديد. وبعد كده هترجع تخصم منه واحد اللي هو الرقم اللي على اليمين اللي هو التمانية. هتخصم التمانية منه، هيبقى الرقم عامل كده، بس التمانية عدد زوجي فهتزود هنا واحد، هتقول له واحد واحد زائد عدد الاعداد الزوجيه اللي هيطلع من استدعاء الميثود مره تانية، وهكذا. هتقول له مره صفر او مره واحد على حسب العدد اللي انت حذفته، عدد زوجي ولا عدد فردي، في الاخر خالص لحد ما يوصل لايه؟ لاخر عدد. اخر عدد كان الرقم تقريبا اللي هو الرقم واحد، فالرقم واحد طبعا عدد فردي مش عدد زوجي، فهيرجع لك صفر، يعني الكاونت بيساوي صفر. في الحالة دي هنجمع الصفر على الواحد اللي قبله، ما هو قبل كده كان طلع كاونت واحد، وهنجمع الواحد على الواحد اللي هو الكاونت اللي قبله فطلع اتنين، وهنجمع الاتنين على الكاونت اللي قبله اللي هو كان صفر فطلع اتنين برضو، هنجمع الاتنين على الكاونت اللي قبله اللي كان واحد اللي هو كان فيه عدد زوجي واحد. يبقى بقى عندنا 3 اعداد زوجيه. في النهايه هيبقى عندنا 3 اعداد زوجيه، لازم تعمل له التريس في الاخر بالشكل ده. هنا بقى بيكلمك عن الايجابيات والسلبيات للريكيرجن، الايجابيات اللي هي البوزيتيفز والسلبيات اللي هي النيجاتيفز، او المميزات والعيوب.
الايجابيات او المميزات بيقول لك for some problems في بعض العيوب it can be easier من السهل ان انت تستخدم الالجوريزم بتاع الريكيرجن. بيقول لك ان الحلول بتاعت الريكيرجن ممكن تكون سيمبل اكتر من الايتريتيف في بعض الالجوريزمز او في بعض العمليات. على سبيل المثال بيقول لك ان الريكيرسيف الجوريزم في عمليه الفابوناتشي اللي احنا خدناها قبل كده بيقول لك انها مور سيمبل ابسط من الايتريتيف سوليوشن. تمام، دي بالنسبه للايجابيات. هنا بقى عندك النيجاتيفز او السلبيات. بيقول لك ايه؟ بيقول لك بالرغم من ان الريكيرسيف الجوريزم او الالجوريزم بتاع الريكيرجن والايتريتيف الاثنين ممكن ياخدوا ذا سيم راننج تايم نفس الوقت، بس في الريكيرسيف الجوريزم بيقول لك ممكن يكون ابطا ان براكتس. لما تيجي تشغله بشكل عملي الالجوريزم بتاع الريكيرسيف بيكون ابطا. ليه؟ لان الكمبيوتر بيقول لك ان هو المفروض هيعمل شغل زياده اللي هو حاجه اسمها البوك كيبنج. ازاي؟ احنا في كل عمليه ريكيرجن بنستدعي سب روتين، والسب روتين اللي احنا بنستدعيه ممكن يكون فيه بعضه في تحته بعض الاكواد، ولكن احنا بنسيبها لحد ما ننفذ الروتين اللي بعده، وهكذا بنفضل ان احنا كل الحاجات دي بتتخزن في الذاكره ولا لا. فعلشان كده الكمبيوتر بيعمل بوك كيبنج. في الحاله دي ممكن ان هو يكون محتاج شغل اكتر في عمليه الريكيرجن، علشان كده بيكون ابطا. لسه برضو بيتكلم عن السلبيات او النيجاتيفز. بيقول لك ان الريكيرسيف الجوريزم كان بي اكستريملي ان افيشنت اف ات كومبيوتس، لو هو يعني بيقول لك ان هو غير مؤثر او غير فعال لو هو بيحسب ذا سيم فاليو نفس الفاليو اوفر اند اوفر مرات عديده. يعني على سبيل المثال بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو احنا هنحسب مثلا الفابوناتشي 40. خلي بالك في الفابوناتشي احنا بنعمل ايه؟ انا هفكرك بالفابوناتشي. احنا بنقول 1 1 2 1 و 2 3 2 و 3 5 3 و 5 8 5 و 8 13 وهكذا. فانت عشان تجيب ال 13 بتجيب الفابوناتشي بتاعت اللي قبلها وبتاعت اللي قبل اللي قبلها وبتجمعهم على بعض. فعلشان نجيب فابوناتشي لعدد معين بنجمع الفابوناتشي اللي قبله واللي قبل اللي قبله، والفابوناتشي اللي قبله بنيجي نجمع اللي قبله واللي قبل اللي قبله، واللي قبل والفابوناتشي ده بنجيب اللي قبله واللي قبل اللي قبله، وده بنجيب اللي قبله واللي قبل اللي قبله، وبنفضل نعمل العمليه دي مرات عديده. في الحاله دي ممكن يقول لك ان هو inefficient او غير فعال. يعني يمكن يكون الموضوع مثلا بسيط في حاله ان احنا نجيب فابوناتشي 3، ولكن في حاله ان احنا نجيب فابوناتشي 40 يعني الموضوع هيبقى صعب جدا. يعني هو هنا بيقول لك في حاله فابوناتشي 5 عمل كل العمليات دي، ما بالك في حاله فابوناتشي 40 الموضوع هيبقى كبير طبعا جدا. هنا برضو لسه بيتكلم عن السلبيات. بيقول لك يعني هو بيكمل لك بس بيقول لك ان فابوناتشي 40 واللي انت ما تعرفوش ميكس اوفر 300 مليون ريكيرسيف كولز، يعني هتلف حوالين نفسها 300 مليون مره. طبعا ده رقم كبير جدا. يعني في حاله انك تعمل فابوناتشي 40 انت محتاج 300 مليون مره جهد من البروسيسور علشان يعملها لك. في الايتريتيف الجوريزم از ماتش فاستر، تكون اسرع. تمام. بيقول لك كمان في الريكيرجن انت المفروض يو شود نيفر دوبليكيت ورك، المفروض ان انت ما تكررش العمل بتاعك باي سولفينج ذا سيم انستنس اوف ا بروبلم، انك تحل المشكله بتاعتك ان ا سيبريت ريكيرسيف كول. يعني تعمل مثلا 2 ريكيرسيف في ميثود واحد. على سبيل المثال لما تيجي تقول عايز تحسب 2 اس ان، تمام، فهي ممكن تكون عن طريق 2 اس ان ناقص 1 زائد 2 اس ان ناقص 1. انت كده كررت العمل مرتين، كده بتحتاج مور تايم، وقت اكتر لو كنت هتعملها ان 2 اس ان بيساوي 2 في 2 اس ان ناقص 1. على فكره المثال ده احنا خدناه في الاول اللي هو المثال اللي كان فيه مثلا 2 اس 4، كنا بنحله بالطريقه دي مش بالطريقه دي. الطريقه دي كده تاخد مور تايم، وقت اكتر. بالشكل ده احنا انتهينا من الدرس بتاع الريكيرجن بشكل كامل. عايز اقول لك بقدر الامكان في موضوع الريكيرجن حل امثله كتير على قد ما تقدر. اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.